مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، وبسعد بصحبه حضراتكم. والنهارده عندنا فقرات مختلفه ولقاءات متنوعه، وكمان هيكون في فقره خاصه جدا بيجريها زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي مع الكابتن طارق خيري والكابتن احمد الجرحي، ومتابعه للانشطه الاخرى والرياضات الاخرى، وحديث خاص اليوم عن كره السله في النادي الاهلي. جدير بالذكر او الخبر اللي هنبدا بيه هذه الحلقه هو رسميا النجم حسين الشحات في صفوف النادي الاهلي، وبتعلن رسميا بعد طبعا الفتره الطويله السابقه من الجدل الاعلامي والاجتهادات ومتابعه هذه الاخبار ومصير انتقال حسين الشحات الى النادي الاهلي، وده اللي كان طبعا محط انظار الجميع في الاسابيع القليله السابقه. رسميا بتعلن اداره النادي الاهلي انتهاء اجراءات التعاقد وانضمام رسميا النجم المصري المحترف في نادي العين الاماراتي حسين الشحات الى صفوف الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بعد اتصالات على مدار اكثر من شهر بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الاماراتي في ضوء العلاقات الطيبه والاخويه التي تجمع بين الناديين الشقيقين. وبعد الاتفاق على كافه الامور الخاصه بانتقال النجم المصري المحترف في الامارات الى صفوف النادي الاهلي، تم تكليف الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس النادي الاهلي بالسفر الى الامارات امس لانهاء كافه الاجراءات والامور الاداريه والماليه الخاصه بانتقال اللاعب، لتغلق هذه الصفحة ويعلن رسميا أن النجم حسين الشحات في صفوف النادي الأهلي. ودي صورة أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي هناك مع المسؤولين في النادي الإماراتي ومتابعة إجراءات التفاوض وإنهاء التعاقد وكل التفاصيل الخاصة بإعلان التعاقد رسميا وانتقال النجم المصري حسين الشحات إلى صفوف النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق بعد المجهودات اللي تمت والمفاوضات على مدى الفترة الماضية واللي انتهت بنجاح بانتقال هذا اللاعب. طبعا اللي بإجماع الآراء هيكون إضافة فنية كبيرة جدا لصفوف النادي الأهلي ويضيف للمجموعة المتميزة من اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي. ما أقدرش أقول الخبر ده بمعزل عن اللي تابعته الفترة اللي فاتت بعد مباراة الأهلي الأخيرة مع بيراميدز في الدوري. طبعا شفنا آراء في كل الاتجاهات وآراء مختلفة واجتهادات، وكل واحد له وجهة نظر، كل واحد بيحلل الأمور من وجهة نظره أو من خلال قراءته الشخصية للمشهد بعد فوز بيراميدز على النادي الأهلي. ولكن الملحوظ جدا والمؤكد انه الكارهين والرافضين لاي تحرك لمجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي هيظلوا على انتقادهم للمجلس حتى لو انجز الكثير من الامور والصفقات اللي ممكن تكون اضافه باجماع الاراء الفنيه لكل الفرق وفي مقدمتها النادي الاهلي، ومنها طبعا على سبيل المثال الحصر حسين الشحات والاضافات الكثيره اللي تمت للفريق في الفتره اللي فاتت املا في الوصول بالفريق لاعلى معدلات الاداء الفني والبدني والخططي، سواء بالتعاقد مع مدير فني متميز او الانضمام او انضمام مجموعه وضم مجموعه متميزه من اللاعبين من داخل او خارج مصر. اللي متعنت في وجهه نظره او في رؤيته للامور لن يرضي شيء وسيظل على رايه، هيحاول دايما يعلق اي اخطاء على مجلس اداره النادي الاهلي او يقول دائما ابدا ان التقصير من مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن لن يشيد اذا تم الامر بشكل جيد او اتخذت خطوات ناجحه. وبالتاكيد محدش هيختلف على ان ضم لاعب بقدرات حسين الشحات هي صفقه متميزه جدا وهو قرار جيد وتحرك ناجح لمجلس اداره النادي الاهلي. ايضا هناك رؤى مختلفه، ولكن الناس احيانا بتتناسى الابعاد الفنيه، اجتهاد اللاعبين في المباراه نفسها، الفرص المتكافئه، الاداء التحكيمي، الامور الكثيره الخاصه بالمعايير الخاصه بانتقالات اللاعبين في المواعيد المحدده لها من عدمه، ايجاد مناخ بيؤكد على تكافؤ الفرص وتساوي الفرص بين كل المتنافسين. كل هذه الامور اللي بتدخل في الحسابات وتؤثر في اي مباراه، وان كنت مع الراي اللي بيقول ان النادي الاهلي دائما ابدا مختلف عن الاخرين ولا يستخدم اي ظرف او اي قصور في اي ركن من اركان الوسط الرياضي او الكروي انه يكون سبب لهزيمته، النادي الاهلي لا يقبل الهزيمه، مجلس ادارته لا يقبلها، الجماهير لا تقبلها، الاعضاء لا يقبلوها، حتى الاعلام الرياضي دائما ابدا بيشوف ان هزيمه النادي الاهلي في اي مباراه هي امر يستحق وقفه لتحليلها. عشان كده بنقول ان لا يمكن نقبل وما بنستخدمش الشماعات ولا مبررات لاي هزيمه، وبالتاكيد في حسابات بتكون خاصه باحقيه المنافس او اجتهاده جهاز فني ولاعبين الى اخر هذه الامور، ولكن تكافؤ الفرص ومعايير الفرص اللي بتسمح بالتكافؤ بين الجميع. النادي الاهلي هنا لقى ان رغبه هذا اللاعب المتميز رغم انه في مناخ ناجح جدا وفي دوري متميز فنيا وماليا واداريا وتنظيميا هو الدوري الاماراتي، وبالرغم من هذا النجاح الكبير واللي وصل لقمته مع وصول نادي العين الى نهائي كاس العالم للانديه وتالق نجمنا المصري حسين الشحات في هذه المباراه،
إلا أن نادي العين كمان رغم تمسكه الشديد باللاعب إلى أن رغبة اللاعب هنا وتمسكه بتمثيل النادي الأهلي وارتداء فانيلة النادي الأهلي والوجود ضمن هذا الكيان الكبير هي اللي دعمت هذا الاتجاه وساهمت في تمسك النادي الأهلي، وهو كمان في المقابل تمسك بوجود اللاعب إلى أبعد مدى وأصر على الوصول لأبعد مدى من التفاوض مع النادي الإماراتي لإقناعه وتغيير اتجاهات النادي الإماراتي اللي كان رافض خروج اللاعب من صفوفه، ولكن حرصا على العلاقات الطيبة بين الناديين واحتراما أيضا من إدارة النادي الإماراتي لإصرار إدارة النادي الأهلي على ضم اللاعب وتمسك الأهلي بهذا اللاعب المتميز، وأيضا من الجانب الآخر أن هذه العلاقة متبادلة، حب هذا اللاعب للنادي الأهلي ورغبته في الوجود في هذا الكيان الكبير والعريق والناجح النادي الأهلي المصري هي اللي سهلت الأمور، وعلى أساسها كمان تمسك النادي الأهلي وأدار الأمور بنجاح وصولا إلى إنهاء هذه الصفقة وضم هذا اللاعب اللي ما أعتقدش أنه يكون في خلاف على إنه إضافة كبيرة لأي فريق في الدوري المصري، ووجوده ضمن النادي الأهلي مع هذا الكيان ومجلس الإدارة وهذا الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين المتميزين أعتقد أنها هتكون إضافة كبيرة جدا للفريق في مبارياته المحلية والدولية. اسمحوا لي هرجع تاني للحديث عن الفترة اللي فاتت، انه في جهود كبيرة جدا على مستوى اصلاح امور كرة القدم اللي هي العنوان الرئيسي للنجاح في النادي الاهلي واللي دائما ابدا بيركز عليها اي مجلس ادارة المجالس المتعاقبة في النادي الاهلي، لان هي اللي بتبلور اي نجاح وبتبروز دايما اي نجاح واي مجهودات، او العكس طبعا بيكون فيه هجوم شديد على النادي وحالة عدم رضا لو في اي اضطراب او نوع من عدم الاستقرار في نتائج كرة القدم، وده المتعارف عليه دايما في النادي الاهلي. النادي الأهلي حريص على التطوير، حريص على الارتفاع بالمعدل، تغيير الأخطاء والقصور الفني اللي ظهر في قطاع كرة القدم في الفترة اللي فاتت عن طريق الهيكلة وضم كوادر جديدة وضم كمان لاعبين متميزين بعد التعاقد مع هذا الجهاز الفني، وإن شاء الله تكون الأمور أفضل في الفترة الجاية. مرة تانية بنقول إنه النادي الأهلي ليس الكيان الذي يمكن أن يقبل الهزيمة تحت أي مسمى، ومش بيعلق الهزيمة دايما على أي أسباب خارجة عن الملعب، ولكن بيحرص على أن تكون الأمور واضحة للجميع، التعامل بنفس المعيار مع كل الأندية، إتاحة فرص متكافئة، وجود تحكيم بيدي كل الفرص لنفس الفرق وبيحاول إنه يقلل الأخطاء إلى الحد الأدنى عشان تكون الفرص متساوية وتترجم عطاء الفريقين الأفضل فيهم يفوز. بنحترم جهود المنافسين، لا ننتقص من قدر أي جهاز فني أو أي لاعب بيقدر يتفوق في مواجهة من المواجهات على النادي الأهلي، لأن ده حقهم طبعا وما نقدرش نبخسهم حقهم، ولكن النادي الأهلي دايما بيقول إنه لابد من إيجاد مناخ طيب جدا لكرة القدم ومناخ عادل في الإجراءات والانتقالات والتعاقدات وفي الأمور اللي بتخلي الأمور في النهاية محسومة بالمعايير الفنية فقط، وليس فيها تمييز لنادي على حساب الآخرين أو محاولة وضع أي نادي في حالة استثنائية تعطيه ميزة تنافسية على الآخرين، لأن ده بيؤثر طبعا في كل الحسابات وفي النتائج والنقاط، ولكن إن شاء الله الأمور تكون أفضل في الفترة الجاية. النادي الأهلي مدرك طبعا جمهور غير راضي، كلنا غير راضيين عن أي هزيمة أو أي اضطراب أو أي تعثر للفريق أو إخفاق سواء محلي أو دولي، إن شاء الله المؤشرات تكون أفضل وتكون إيجابية ونعوض ما فاتنا سواء في المنافسة في الدوري المصري أو على المستوى الدوري والبطولة الأفريقية. بس دي كانت نقطة جديرة بالذكر، لأن الفترة اللي فاتت كان فيه تحامل شديد جدا مبالغ فيه، مع أن أحيانا بيكون الأمور فنية بحتة، يعني ممكن نقول أن اللاعبين محتاجين يجتهدوا أكتر، لسه الانسجام ما وصلش لأفضل حالاته بعد تولي لاسارتي وفي مباراته الأولى، بعض الأمور الكثيرة جدا اللي محتاجة وقفة وبتكون على المستوى الداخلي الفني بين الجهاز الفني ولاعبيه عشان يوصل بمعدلات أدائهم للشكل الأمثل ويعوض أي قصور ممكن يسبب خلل في أي مباراة. بس الحسابات عند بعض الناس بتكون محسوبة وجهة نظرهم، أنا بفكر في مجلس الإدارة، أنا ضد المجلس ولا معاه، أنا مع مجلس سابق أو ضد المجلس الحالي، بتكون في حسابات بتؤثر على الآراء، وللأسف في الحالة دي الرأي ما بيكونش موضوعي، يشوف الأمور بس من منظور هو مع أو ضد. إن شاء الله تكون صفقة مميزة جدا، وبنأكد على أن النادي الأهلي مستمر في البحث عن أفضل العناصر وإضافات مميزة جدا للفريق في الفترة الجاية، إن شاء الله تكون مؤثرة بشكل إيجابي على مسار الفريق. هنتكلم كمان عن مطالبة النادي الأهلي والدفاع عن حقوقه التعاقدية والمالية اللي منظمة طبعا وبتضبطها التعاقدات بينه وبين اللاعبين وبين الأندية المختلفة. في هذا الإطار النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة المصري بتنفيذ العقد الثلاثي مع أهلي جدة بعد انتقال لاعب الأهلي السابق وحاليا لاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي إلى نادي بيراميدز في الدوري المصري. العقد صريح بين الأطراف الثلاثة، الطرفين الثاني والثالث وفقا لهذا العقد هم أهلي جدة وعبد الله السعيد، والطرف الأول وفقا لبنود هذا العقد هو النادي الأهلي المصري. وفقا لهذا الأمر النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بتفعيل هذا العقد الثلاثي اللي بموجبه بيكون يستحق النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار في حالة انتقال اللاعب وفقا لنصوص وبنود هذا العقد من نادي أهلي جدة السعودي إلى أي نادي داخل مصر.
وفقا لهذا العقد هذه البنود صريحة، ونادي الأهلي بيخاطب حاليا اتحاد الكرة بدوره ليخاطب الاتحاد السعودي وتفعيل هذا العقد بين الأطراف الثلاثة وأحقية النادي الأهلي في حقوقه المالية وفقا لهذا العقد بعد انتقال اللاعب إلى الدوري المصري وإلى نادي بيراميدز. في بعض الجدل أثير حول هذا الموضوع، بعض الناس قالت أنهم فهمهم لهذا العقد أنه في حالة فسخ التعاقد كما أعلن بين عبد الله السعيد وبين نادي أهلي جدة السعودي بالتراضي كما أعلن، أنه هذا الأمر بيغير من صيغة العقد الحالي أو يؤثر على حقية النادي الأهلي، وهو أمر وفقا للآراء الصادرة عن مجلس الإدارة الحالي ولجنة الشؤون القانونية أو الأمور والخبراء القانونيين في النادي الأهلي، أنه أمر لا يمت بصلة لطبيعة هذا العقد وبنوده، وأنه هذا العقد في أي حالة من الحالات بيضمن للنادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار وفقا لبنود هذا العقد، ملتزم بها كل من الطرفين الثاني والثالث عبد الله السعيد وأهلي جدة السعودي، أو على الترتيب الصحيح أهلي جدة واللاعب عبد الله السعيد. عشان كده النادي الأهلي بيطالب بتفعيل هذا العقد، وفي لجنة مشكلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعضوية الكابتن عمرو فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق والأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي لمتابعة هذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حرصا على طبعا حقوق النادي الأهلي، ودي أمور احترافية ما أعتقدش أن حد ممكن يختلف عليها. هنبدأ كمان في متابعة بعض الأخبار الخاصة بفريق الكرة واستعداداته للمباريات القادمة على المستويين المحلي والأفريقي. عندنا تجهيز للاعبين وتركيز على المباريات القادمة واستعداد الفريق بعد ميران الغد إن شاء الله صباح غد إلى الإسكندرية استعدادا للمباريات القادمة، لكن خلونا نبدأ أولا بالمواعيد اللي بتعلنها لجنة المسابقات. قامت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين عقدت اجتماع أيضا، وتكمل هذه المناقشات في اجتماع يعقد ظهر غد لمناقشة التقارير الخاصة بحكام المباريات في الأسابيع الأخيرة في الدوري الممتاز، وأيضا بتعلن هذه اللجنة تحديد موعد يوم 30 مارس المقبل لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 17 بين الفريقين، وتحدد لها 7 مساء الموافق 30 مارس المقبل يوم السبت الموافق 30 مارس المقبل على أن يتم تحديد ملعب المباراة، وده اللي بتعلنه لجنة المسابقات بعد التشاور مع الجهات الأمنية والجهات المختصة. وبتؤكد اللجنة أيضا أنه سيتم تحديد موعد الجولات المتبقية من الموقف كمان بعد التعرف على موقف الأندية المصرية وجدول ارتباطاتها ومواعيد مبارياتها في الارتباطات الأفريقية القادمة سواء في دوري الأبطال أو في الكونفدرالية الأفريقية، وهذا الأمر بيشمل أكثر من نادي طبعا، لا نتحدث هنا عن النادي الأهلي فقط، ولكن نتحدث عن محاولة الاتحاد ترتيب الأمور بالشكل الأسهل والأيسر على كل الأندية اللي بتمثل الكرة المصرية سواء الأهلي أو غيره من المنافسين المصريين في البطولات الأفريقية من أجل تسهيل مهمتهم ومراعاة ارتباطاتهم وجدول مواعيدهم في هذه البطولات الأفريقية الدولية. وأيضا الأهلي بيؤدي ميرانو الأخير على ملعب التتش غدا إن شاء الله قبل السفر إلى اسكندرية، وقرر الجهاز الفني بقيادة لاسارتي إقامة معسكر هناك استعدادا للمباراة الأفريقية القادمة بعد خوض مباراة سموحة، والمباريات محدد لها أيام 8 يناير ثم 12 يناير، ده جدول المباريات. أولى مباريات الأهلي في دوري المجموعات مع فريق فيتا كلاب الكونغولي مقرر لها إن شاء الله 12 يناير، وقبلها مباراة سموحة في الدوري المصري محدد لها موعد هو 8 يناير المقبل. وليد أزارو بيغيب عن أو يعود للتدريبات الجماعية بعد أسابيع، بعد 5 أسابيع تحديدا وفقا لما أعلنه الجهاز الطبي للفريق الأول في النادي الأهلي بعد إصابة اللاعب، وطبيب الفريق الدكتور خالد محمود يقول أن كل ما أثير عن غياب وليد لمدة شهرين أمر غير صحيح بالمرة، وأنه إن شاء الله وفقا لرؤية الجهاز الطبي لن تتجاوز فترة علاجه وتجهيزه وعودته للتدريبات إن شاء الله والمشاركة في المباريات أكثر من 5 أسابيع. وليد طبعا الإشاعة أكدت إصابته في العضلة الضمة، تمزق في العضلة الضمة، ووفقا لتشخيص الجهاز الفني وتقديره لفترة العلاج هي 5 أسابيع. وفحص طبي لوليد سليمان، وأيضا وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يخضع لفحص طبي غدا إن شاء الله لتحديد موقفه من مباراة سموحة بعد أن عانى من إصابة في الأوتار الخارجية للقدم، وغادر مباراة جمهورية شبين الودية أمس متأثرا بالإصابة أو لم يستطع أن يكمل نظرا لإصابته، وبيخضع لفحص طبي وللتأكد من قدرته على المشاركة في المباريات اللي جاية بدءا من مباراة سموحة إن شاء الله يوم 8 يناير. وراح لأكرم توفيق وإصابة الشيخ الجهاز الطبي أيضا بيعلن منح أكرم توفيق لاعب وسط الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد إصابته بكسر في الحاجز الأنفي خلال المشاركة في مباراة شبين الودية،
واللي انتهت بفوز الاهلي 3-0. واجرى ايضا احمد الشيخ اشعه اليوم اثبتت تعرضه للاصابه بجزع في الرباط الداخلي للركبه. زميلنا العزيز كريم احمد متابع للفريق من داخل ملعب التدريب في استاد التتش، وهيقول لنا تفاصيل اكتر عن جاهزيه اللاعبين ومين هيتغيب وكل ما اثير وتصريحات الجهاز الفني بشان اكتمال الصفوف او الغيابات في صفوف الفريق خلال الايام المقبله. مساء الخير واهلا بك يا كريم. خليك يا محمد الجندي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل المشاهدين. واكيد طبعا كالعاده النادي الاهلي بيستأنف تدريباته وبيستعد دون راحه بعد المباراه الوديه الاخيره امام فريق شبين. زي ما اكدنا وقلنا واضح من الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي وعايز طبعا يشوف كل اللاعبين، يتيح لي فرصه طبعا ان هو يشوف اللاعبين في التدريبات. لكن انت عارف طبعا زميلي محمد المباريات لما بيكون في مباريات عديده او مباريات وديه في عدد كبير جدا الفترة الماضية، فأكيد الوقوف على الحالة الفنية الحالة البدنية ده بيبان بشكل كبير. تألق زي ما أنت شفت طبعا جيرالدو كان متألق بشكل كبير جدا، محمد محمود محمود وحيد، كل اللعيبة طبعا الصفقات الجديدة اللي شاركت فيها دي المباراة كان ليهم دور وتأثير كبير، وده اللي أكيد بيستفيد منه بشكل كبير جدا الجهاز الفني. رغم النتائج خلال الفترة الماضية ورغم يعني الحالة طبعا اللي فيها لعيبة النادي الأهلي، محاضرات مستمرة من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن لاسارتي، والتأكيد على لابد التكاتف وعلى لابد الفترة اللي جاية يكون إعادة الانتصارات بشكل كبير للنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي منتظر إعادة الانتصارات، إسعاد الجمهور، ده الحديث النهاردة اللي كان بيتكلم مستر مارتن مع اللاعبين والكابتن سيد والكابتن محمد يوسف. لابد غلق صفحة بيراميدز بما حصل فيها من أداء فني، من بعض الكسور، من بعض الأخطاء اللي بيحاول أيضا كمان مستر مارتن الوقوف عليها والتركيز عليها من خلال التدريبات. النهارده يمكن اكثر من فقره تدريبيه تتخللها طبعا تصحيح الاخطاء، التمركزات كانت في كره السبت زي ما تابعنا وشفنا في المباراه الاخيره، حاول يصحح مستر مارتن النهارده مع اللاعبين. يمكن اللاعبين النهارده ما شاركتش بشكل كبير، اللاعبين اللي شاركت في مباراه بيراميدز وايضا كمان مباراه الامس، لكن حاول ان هو يخطط فقرات تدريبيه لخط الدفاع خط الهجوم في محاولات كثيره جدا للوقوف على حاله كل اللاعبين. زي ما قلنا من المباريات ومن التدريبات تلاحم كبير جدا، يعني محمد انت عارف المباريات مش تتالي، ويمكن الحاجه المحزنه لكل جمهور نفقد اعداء بعيد زي ما شفنا كمان اخيرا وليد ازارو، ومن ضمنهم كمان احمد الشيخ اللي يمكن اخر المصابين حتى هذه اللحظه 11 لاعب محمد حتى هذه اللحظه مصاب وتاهيل ويعود من تاهيل في صفوف فريق النادي الاهلي. سوء توفيق كبير جدا على اللاعبين، لكن زي ما اكدنا وقلنا لابد من استعاده شخصيه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عليها مسؤوليه كبيره جدا خلال المباراه القادمه. طب كريم، المدير الفني لاسارتي والكابتن يوسف والكابتن سيد الجهاز الفني كله، هل لاحظت توجيه اي لوم للاعبين او شعور بان اللاعبين قصروا بشكل ما سواء فنيا او في التزامهم الخططي او بدنيا في المباراه الاخيره، ولا هم راضيين عن الامور وشافوا ان ما فيش لاعب كان مقصر ولكن الامور صارت بشكل طبعا غير مرضي على مستوى النتيجه في النهايه، ولكن شايفين اللاعبين ما فيش تقصير من جانبهم؟ يا ريت تقول لنا تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. لا يمكن لو بنأكد زميلي محمد، اكيد في كان بعض اللاعبين كان واضح ان الكلام فيه تقصير على واجبات الدفاعيه والهجوميه. الكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن من كلامه مع الناس قال اللعيبه كانت عارفه اهميه هذه المباراه وعارفه نادي بيراميدز بيحتل المركز الثاني وهو في المراكز الاولى، كانت مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي مطالب بالفوز في كافه المباريات رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات. ده اللي كان بيتكلم عليه على طول الكابتن سيد عبد الحفيظ، النادي الاهلي البطل، مفيش ظروف بتقف قدامه، عندنا مشاكل وعندنا غيابات وعندنا اصابات، الحديث كله كان تحفيزي، لكن مفيش شرط معين للعيب المجموعه كلها بشكل عام ان كان في قصور وكان في تقصير تمركزات. اتكلمنا اكتر من مره مع اللعيب، هو بيقول كده، اتكلمنا اكتر من مره معاكم على ان تكون هذه المباراه ساعات الانتصار والصعود ان شاء الله الادوار المتقدمه للمراكز المتقدمه في العام. لكن يمكن حاله اللعيبه طبعا كان عارفينه ولامسينها، اللعيبه طبعا عندها حاله حزن، كانت عندها امل كبير انها تسعد جمهور النادي الاهلي، لكن في جلسات وفي محاضرات مستمره من الكابتن سيد والكابتن محمد يوسف ومستر مارتن على تخطي هذه الفتره. مباراه سموحه خلاص يمكن يوم الثلاثاء هتكون المباراه، ما فيش وقت ان يبقى فيه لوم على اللاعبين، لابد تجديد الدوافع، تجديد الامور الخاصه بالنادي الاهلي لاستعاده الانتصارات، وده اللي شغالين عليه بصراحه واحنا شايفينه في التدريبات. غيابات محمد، عندنا ظروف كثيره جدا، غيابات وتحديات وصعوبات كثيره بتقابل الفريق للنادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيره ان شاء الله في لعيبتنا باذن الله. مباراه سموحه النادي الاهلي يستعيد الانتصارات بشكل كبير باذن الله، النادي الاهلي تكون هذه المباراه من نصيبه. النادي الاهلي متواجد في الاسكندريه هيقعد فتره طويله، من مباراه سموحه
ثم مباراه كافيتا كلاب زي ما قلنا شهر واحد في تلاحم كبير جدا للمباريات، مباريات عديده في الدوري وفي البطوله الافريقيه، فلا بد يكون في قتال، لابد يكون في روح الفانيله الحمراء تعود من جديد للنادي الاهلي، عليهم مسؤوليه كبيره لاعبتنا ان شاء الله، لكن بنأكد على ثقه كتير ان شاء الله زميلي محمد خلال المباريات القادمه باذن الله النادي الاهلي يصحح المسار ويسعد جمهور النادي الاهلي من جديد. اشكرك جدا زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي ومتابعته لتدريبات الفريق واخبار اللاعبين والاصابات والغيابات وايضا اكتمال الصفوف بعوده بعض اللاعبين اللي بيتم تجهيزهم او بتنتهي عمليه الاستشفاء الخاصه بيهم. برضو في رساله مهمه من الجماهير الفتره اللي فاتت لما بنقابل اي حد من جمهور النادي الاهلي مشاهدي القناه بيقول لنا يا جماعه ما ينفعش كده، احنا غير راضيين عن شكل الفريق، احنا زعلانين، اي هزيمه او اي تعثر او اي حتى اي تعادل لفريق الاهلي بيزعج جمهوره في كل مكان لانه اتعود على ان هذا الفريق البطل وهو الاكثر حصدا للنقاط والاكثر انجازا وتحقيقا للالقاب والبطولات، واحنا متفقين على ده ولا ننفي حق الجماهير في انها تكون حزينه او غاضبه او زعلانه، ولكن لازم ترى الامور ان في محاولات جاده جدا لتحسين مؤشرات اداء الفريق بضم لاعبين بصفقات جديده بعوده لاعبين كانوا خارج صفوف الفريق في الفتره اللي فاتت او تجهيزهم او خارج حسابات الاجهزه الفنيه السابقه، والكل بيجمع انهم قوه هيله للفريق ودافعه للفريق ومميزين فنيا ومن مراحل عمريه مختلفه كمان، منهم الكثير من صغار السن اللي ما كانش مستفاد بيهم في صفوف الفريق في الفتره اللي فاتت وبداوا يثبتوا اقدامهم خلال الفتره الاخيره. لازم كمان نوجه رساله وننقل ده الرساله اللي بيوجهها كل مشجع اهلاوي لنجومنا، احنا عندنا ثقه في قدراتهم بلا حدود، ولكن النجوم مش بس اسماء، النجوم كمان عطاء، روح قتاليه في الملعب، كل لاعب اللي بيأدي مجهود لاعبين وثلاثه في المباريات اللي بتعد انها في 6 نقاط في مباريات الدوري في اي بلد في العالم اللي فيها اللقاء مع المنافسين على القمه او الاعلى حصدا للنقاط او اعلى قدر من النقاط اللي بيكون خسارتهم مكسب مضاعف للي بيفوز بالمباراه، فاحنا النادي الاهلي في الفتره الجايه بيحاول يؤدي الى او يقلص فارق النقاط ويرجع للمنافسه على صداره الدوري وعلى الفوز بالبطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي، عشان كده احنا على ثقه ان خبرات اللاعبين ومعرفتهم ووعيهم الكامل بالمباريات دي المفروض نشوفهم فيها ادائهم مضاعف، كل لاعب بيأدي مجهود 2 و3 من اللاعبين في الملعب وروحه القتاليه تكون غير عاديه اكتر من المباريات العاديه، لان المباريات دي بتحسب انها في 6 نقاط ولا حسابات خاصه جدا وبتخلي الفريق ينجز الكثير من الخطوات المهمه في مشواره نحو العوده للمنافسه على اللقب ان شاء الله، وده باذن الله اكيد الجهاز الفني اخضر على نقل هذه الرساله للاعبين وانه عندهم القدرات وعندهم الخبرات ولكن محتاجين اجتهادهم بقوه في الملعب عشان يترجموا كل ما يحدث من جهد من مجلس الاداره او تعاقدات او اجراءات او اصلاح هيكلي لكره القدم وشغل للجهاز الفني ورؤيه فنيه لمدير الكوره والمدير الفني والجهاز المعاون، كل ده اللي في الاخر بيضع عليه او بيسلط عليه الاضواء وبيترجمه لاهداف ولفوز ونجاحات من عدمه هو لاعب كرة القدم والنجم اللي موجود في الملعب في النادي ده. إن شاء الله نفضل في الفترة الجاية، ومرة تانية بنقول لحضراتكم الأهلي بيتكلم عن القواعد الحاكمة للعبة واللي بتنظمها وتكافؤ الفرص بين الجميع ولا يتحدث عن لاعب بعينه أو نادي بمفرده، بنتكلم عن مساحة أكبر من التكافؤ والعدالة في توزيع الأمور وفي الضوابط الخاصة بالمباريات ولا نعتبرها أي مبرر، والنادي الأهلي دائما أبدا لا يقبل أن يكون لديه أي مبرر للهزيمة إلا أنه يطور من أدائه ويعود أقوى مما كان إن شاء الله. بعد ما انتهينا من متابعة أخبار الفريق واستعداداته للمباريات اللي جاية، مرة تانية بنفكر حضراتكم رسميا حسين الشحات في صفوف الأهلي، وإن شاء الله تشهد فترة الانتقالات دي اللي بتمتد طوال هذا الشهر حتى نهاية شهر يناير الجاري صفقات أكثر ودعم للفريق وحتى تصعيد لعناصر شابة من داخل النادي الأهلي، إن شاء الله تكون إضافة في كل مكان في النادي أو في الفريق، ممكن يكون في قصور في أي خط من الخطوط، إن شاء الله قادرين المسؤولين عن إدارة شؤون كرة القدم في النادي الأهلي بقيادة كابتن الخطيب مع الجهاز الفني الحالي، إن شاء الله قادرين على تعديل الأمور والوصول بالفريق لأعلى شكل ولأفضل شكل فني وبدني وخططي ينعكس على الأداء والنتائج في الفترة الجاية إن شاء الله. فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله ومن خلال هذا الحوار نطرح الكثير من التساؤلات على واحد من المدربين المصريين اصحاب التجارب المتميزه داخل المسابقات المحليه او على مستوى الدوري المصري وايضا من خلال تجربه متميزه خاضها في اكثر من دوله عربيه
وشارك في الإدارة الفنية لشؤون عدد من الفرق في الدوريات العربية، وحقق وحصل على نتائج جيدة وتكريمات في عدد من التجارب السابقة على المستوى العربي، وأيضا مع منتخب تشاد في فترة سابقة على المستوى الخاص بتجاربه الأفريقية. ضيفنا النهاردة في الأهلي الليلة الكابتن شريف الخشاب. مساء الخير يا كابتن شريف، أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا النهاردة. أهلا بك يا محمد، تحياتي ليك وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وسعيد أن أنا أكون معاك، ويا رب دايما كده في ازدهار، وبتمتع وانا بتفرج عليك دايما. يعني ربنا يخليك، دي شهادة أعتز بيها وبتسعدنا بوجودك معنا على الشاشة. الله يخليك، الله يخليك. آخر التكريمات كانت حسب معرفتنا كمان من حضرتك وتابعنا أخبارك، كانت في الدوري العماني في سلطنة عمان. حصلت على أفضل مدرب في الدوري العماني. مظبوط، أنا خدت أنا قعدت في عمان حوالي 3 سنين، مسكت ساعات نادي مسقط موسمين ونادي الخبورة موسم. وكانوا الاثنين في بدايه صعودهم لدوري المحترفين، ونجحنا ان احنا نعمل مركز متقدم جدا خبوره، وصلنا نهائي كاس السلطنه، وصلنا مركز رابع في دوري المحترفين، ودوري صعد، النادي صعد لسه، مسقط نفس الحكايه كان لسه صاعد، واول موسم قعدناه في الدوري كان متزايل الجدول لما رحت، وبعدين الموسم اللي بعده نافسنا ومشينا كويس الحمد لله، يعني كانت تجربه مميزة والحمد لله، يعني عملنا سمعة المدرب المصري هناك كويس. راضي عن حصيلة خبراتك وتجاربك كابتن شريف خارج مصر، سواء مع تشاد مع المنتخب أو في الدوريات الأردنية والعمانية؟ والله الحمد لله أنا راضي جدا، لأن أنا عندي معتقد خاص كده، وأعتقد أن أي حد بيحاول يرفع من شأنه أو اسم بلده بيحاول يجتهد، فأنا دايما بحاول أجتهد، وعندي معتقد داخلي ان لما تجتهد لازم التوفيق صاحبك. ممكن في الاول تتعثر شويه وبتاع، انما النتيجه في النهايه ان انت بتنجح نتيجه ان انت بتبذل مجهود عالي وبتجتهد. الحمد لله انا اشتغلت في السعوديه في نادي الانصار موسم، اشتغلت في الاردن موسمين، اشتغلت في عمان 3 مواسم، مسكت منتخب تشاد موسمين، غير الانديه اللي في مصر اشتغلت فيها. يمكن فتره ساعة قيام الثورة 25 يناير لحد النهاردة دي خدتها كلها سفر خارجي، لفيت لفة كبيرة كده ورجعت. أتمنى بإذن الله أن يكون في استقرار في تجربة مميزة إن شاء الله، يكون في استقرار في القاهرة. طيب بخبراتك الكبيرة سواء المحلية أو الدولية في عالم التدريب يا كابتن شريف، الخبر الرئيسي اللي بدأنا به هذه الحلقة النهاردة هو إعلان النادي الأهلي رسميا لنجاح إجراءات التعاقد والانتهاء من التعاقد لانتقال صفوف النجم المصري حسين الشحات من العين الإماراتي إلى النادي الأهلي. تقييمك للصفقة؟ اولا هي صفقه بكل المقاييس طبعا صفقه ناجحه جدا، وكلنا متابعين وشايفين حسين عامل ايه في الامارات، ووصل مع العين الاماراتي لنهائي كاس العالم، لعيب مميز جدا مفيد جدا سواء لمنتخب مصر او للنادي الاهلي او لاي فريق بيشترك فيه، بيبقى ورقه رابحه مميز. انما انا بس عايز اشير لنقطه مهمه جدا، يعني بعيد عن الانتماء لاي نادي، انا بتكلم نقطه فنيه بس، عايز اقول ان في اتعلمنا ودرسنا في التدريب ان انت لما بتشتغل فنيا وبتوصل لطب قمه الهرم طبيعي جدا الكيرف بينزل تاني، ده حاجه بديهيه معروفه عالميا، يعني مفيش في العالم فرقه تفضل على القمه على طول، لازم كيرف بينزل، بس هي الشطاره ان انزل واطلع تاني ازاي. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما نيجي نتكلم فنيا لازم نبعد اي اهواء شخصيه بعيده عن الفنيات، بمعنى ان انا بكره محمد الجندي، فمحمد الجندي يقول احلى كلام في الدنيا هو بالنسبه لي غلط، هو غير، انا قافل دماغي انه غير مقبول. فلما يجي نادي او مجلس اداره انا مش قابله او انا ضده ويجي يعمل حاجه صح، مش نفسي مش جايباني ان انا اقول انه صح. وبالتالي لما بيجي النادي الاهلي في صفقات كتير حصل ان نتيجه في دروب اعمار سنيه بدات تكبر في النادي الاهلي بعض اللعيبه، كان دكه البدلاء ناقصها عناصر كتير مش على الدكة في الملعب. خد بالك من شروط الفرقه البطله او الحصول على بطوله ان يكون عندك دكه قويه. فلما يحصل دروب في اصابات كتيره، ويحصل دروب في ايه، ان لعيبه كتير بدات تبقى اوت اوف فورم نتيجه الاجهاد الزياده، لان النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي لعبت مباريات الموسم ده، وبالتالي بيحصل دروب في المستوى وخصوصا للعيبه كبار السن، ويؤثر على الدكه، وبالتالي لان كمان البديل مش على نفس مستوى اللاعب الاساسي، البديل ده اللي بدا النادي الاهلي يشتغل يعني عليه. لا، وبدات انت تلاحظ ايه، ان رقم واحد مصاب ورقم اتنين بيلعب، رقم 3 على الدكه،
واخد بالك، وبالتالي بقت الدكه مش بقوه الفرقه اللي هي تحقق بطوله. ده طبيعي، كل اللي انا بقوله عليه طبيعي. فلما تيجي تتعاقد مع مدرب جديد وتتعاقد مع لعيبه جداد، الطبيعي في الفنيات بدون بقى الانتماء لاي شخص معين ان انت يحصل لسه تجانس مع المدرب واللاعبين، تجانس مع اللعيبه الجداد واللعيبه القدام، وتخش فورمه. الكلام ده بياخد منك وقت، ويحصل خلال المرحله دي ان يحصل فيه دروب في بعض النادي. في حساباتك كمدير فني كابتن شريف، الكلام ده يستغرق تقريبا كحد ادنى كام اسبوع مع الفريق اللي عنده خبرات زي النادي الاهلي انه يوصل لحاله مرضيه من التجانس والاداء في الملعب؟ مش اقل من 4-5 ماتشات. بس ما تجيش تقول 4-5 ماتشات في 10 ايام، لا، 4-5 ماتشات بمعنى اقصد شهرين يحصل تجانس عشان فكر المدرب يتنقل صح للاعبين، عشان اللعيبه تقدر تحفظ بعض جوه الملعب ويحصل التجانس. انما في هنا نقطه نحط تحتها خطين حمر كده، مع الفرق العاديه تاخد شهرين ثلاثه، انا مع فرقه بمواصفات النادي الاهلي باصرار وجمهور النادي الاهلي، وانا بعيب هنا نقطه ان لازم، انا متعود من جمهور النادي الاهلي لازم يستند لاخر لحظه، ما يستعجلش ويصبر، لان هو بيشجع فرقه بطله وفرقه عارفه. حضرتك شايف كمان النادي الاهلي فاقد ميزته دي طول الوقت، النهارده كل مباراه مهمه، بنلاقي قبلها قررت لجنه المسابقات المباراه دي تقام من غير جمهور، وده من اقوى المميزات اللي عند النادي الاهلي والداعمه له في الملعب والمؤثره على اداء اللاعبين. مش كده بس، واكبر مثال على كلامك يعني كمان ماتشات و70 صدى الصوت في الملعب كانه تمرين يعني. وده الانديه اللي اتعودت، النجوم اللي اتعودوا يلعبوا قدام جمهورهم، المباريات بالنسبه لهم من غير جمهور لها طعم تاني. لك مثل صغير بس كده، انت هات افضل مطرب في مصر وقول له اطلع غني وبس، انت على الستيج ومفيش حد قدامك، شوف اداؤه يبقى عامل ازاي، وبعدين املاله المدرج الستيج او المسرح ده بجمهور، جمهور شوف اداؤه يبقى عامل ازاي. لعيب اللي بيلعب في الانديه الكبيره اللي متعود على ان الاستاد يبقى مليان ويسمع صوت الجمهور في ودنه دايما، اجباري مستواه بيبقى فيه رقي وبيبقى يرفع من مستواه. الاهم من ده بقى، انت شوف مباريات النادي الاهلي رغم ان كان عنده نقص ومش وفي ظروف صعبه كان بيمر بيها ولاعيبه غايبه واصابات والكلام ده كله، لما شوف اداؤه في المباريات الافريقيه اللي كان فيها جمهور حتى لو كان خسران، شوف اداؤه كان بيبقى عامل ازاي، في حماس، في كره حلوه، في اداء. شوف بقى الاداء لما يبقى ما فيش جمهور. في انديه على فكره بتلعب بدون جمهور عادي جدا، هي متعوده على كده، انديه كتير موجوده في الدوري المصري. انما النادي الاهلي منظومته كبطل نمره واحد الجمهور، نمره اتنين اللعيبه والجهاز الفني، وفوق كل دول الاداره اللي بتساند واللي هي بتعمل استقرار. واعتقد بشهادتنا احنا كلنا، وانا من خارج المنظومه بتاع النادي الاهلي، ان دايما بندي المثل نقول اذا كنت عايز تتعلم اسلوب الاداره فتعلم من النادي الاهلي، لان بيدي الفرصه كامله للجهاز الفني انه يشتغل حتى لو في اخطاء لحد يعني. طب خلينا نمشي في النقطه دي شويه، ده كلام مهم يا كابتن شريف، وتحملني بقى اللي هقوله ده، قول لي يا محمد ده اجتهادات، ده لا 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 اتفضل، ده كلام مظبوط. اتفضل. الجمهور الفتره اللي فاتت في ناس او في بعض وسائل الاعلام او في بعض المواقع متحامله جدا على مجلس الاداره الحالي، تحديدا على الكابتن محمود الخطيب، والهجوم بينال شخص الكابتن محمود الخطيب طول الوقت. انتوا ما جبتوش صفقات، انتوا ما دعمتوش الفريق، انتوا وعدتونا كذا مره الامور هتتحسن الى اخر هذا الكلام. النهارده في صفقات مميزه سواء على سبيل الاعاره او الانتقال النهائي، بنتكلم عن لاعبين من نوعيه رمضان صبحي وحسين الشحات، لا خلاف على الاسماء دي، مع صفقات ثانيه من داخل وخارج مصر. هنسمع ولا لا الايام اللي جايه هجوم من نوع ثاني؟ والله انتوا جبتوا حسين الشحات، معقول تدفعوا كل الفلوس دي؟ الصفقه دي غاليه قوي، ده انتوا كده التقييم غلط، ده الفلوس كذا، طب ما كان ممكن نجيبه السنه اللي فاتت ارخص. هل احنا بصدد حاله عداء مستمره موجوده ضد كيان النادي الاهلي ومجلس ادارته، حتى في الحالات اللي بيبقى فيها الشكل فيه اخفاق او نجاح، حتى لو في قرارات سليمه وفي موعدها؟ هو في حاجه بالنسبه لي انا شايفها اكتر شويه، وهي ان يجي العداء من بعض المنتمين للنادي الاهلي. لان انا مش متعود على دي ابدا، انا متعود ان انا في النادي الاهلي بساند الاداره الموجوده حتى لو كنت انا ضد الاداره دي. ده انا ضد محمد الجندي ده وضع، انما انا مع النادي الاهلي قلبا وقالبا واتمنى نجاحه، فلازم انحي الخلافات دي وابقى بفكر في صلاح الكيان. انا متعودين على كده من ايام كابتن صالح سليم، من وانا الامر ده اتغير من وانا لسه في المنتخب، وكنا بنيجي نعمل معسكراتنا وتدريباتنا في النادي الاهلي. فالامر ده انا شايف انه اوفر شويه الايام ديت، والغريبه انه على شخصيه بمواصفات الكابتن محمود الخطيب. يعني اذا كنت عايز تتعلم الالتزام والاخلاق والمبادئ والكلام ده، واحنا لعيبه كنا
بص الكابتن خطيب هو زي ما احنا بنلعب هو قدامنا في الملعب. فكابتن خطيب مثل يحتذى به، فاعتقد اذا كان انت على خلاف سواء بسبب انتخابات او لاغراض شخصيه وبتاع، خليك على خلاف معاه بعيد عن المنظومه نفسها، لان انت وبحثك عن الافضل للنادي الاهلي نفسه. ايوه او تصحيح مساره. ايوه فانت خليك الاول ايد بايد لتصحيح المسار عشان ننجح كنادي، وبعدين انت صفي خلافاتك بره، ده موضوع تاني، او لما جي لك فرصه انزل الانتخابات وانجح، ده موضوع تاني. انما انا عايز اقول اللي انا بشوفه غلط، يعني مثلا اديك مثال مباراه بيراميدز، في رمضان صبحي من افضل لعيبه الموجودين في المباراه، في مباراه من الصفقات اللي لسه جايه للنادي الاهلي، محدش يختلف انه صفقه ناجحه وناجحه بامتياز. انما اللي كاره هيجي يقول لك ايه ده، في لعيب جايبين له عاره مش عارف بكام ومش هيخش في حاجات غير فنيه. طب لو جبت انت لعيب رخيص وظهر بمستوى قليل يقول لك ايه ده، ما يا عمي ما انت مش جايب صفقات سوبر، انت جايب لاعب عادي، انت ليه جايب رمضان ست شهور ودافع المبلغ ده؟ يعني دايما في سبب للهجوم. حبيبك يبلع لك الزلق وعدوك يتمنى لك الغلط. طيب انا عايز احط نفسي مكان الجمهور شويه، احنا بنسمع راي الجمهور وبنقول لهم ان النادي الاهلي دايما ما عندوش اعذار ولا مبررات في حاله الاخفاق او الهزيمه، ومش بيبخس حق المنافس بس كمان. بس هنا في ولكن احنا عايزين نتكلم عن هل دايما يا كابتن شريف، يعني اسمح لي اكمل سؤالي لحضرتك، هل الامور دايما لما فريق كبير بحجم النادي الاهلي يخسر لازم الهجوم يروح لمجلس الاداره، ولا احيانا بيبقى في اسباب تانية فنيه زي ما حضرتك قلت التجانس؟ هل اللاعبين المميزين دول اللي حضرتك بتتكلم عنهم بذلوا اقصى جهد ولا لا، ولا لسه عندهم اكتر من كده؟ هل تحلوا بسمات النادي الاهلي في المباراه دي وكان عندهم الروح القتاليه وكانوا فايترز على كل كوره في 90 دقيقه ولا لا؟ هل كان عندهم الحافز؟ هل شفنا شكل الضغط النادي الاهلي اما بيبقى متاخر بهدف قدام حد بيروح للمرمى كم مره وبيحط المنافس في منطقه جزائه؟ احنا في حاجات كتير فنيه لازم الجمهور كمان يحطها في عوامل كتير جدا، منها اللي انا قلت عليها التجانس، منها استيعاب اللعيب للموقف وارتداءه فانيلا جديده لسه عليه، منها الجهاز الفني حافظ اللعيبه صح وعارف التغييرات ايه وامتى المفتاح اللعب اللي يزقه ويوقفه، امتى شكل الفرق اللي بيلعبها لسه ممكن يكون شافها في حياته مره ولا اتنين لسه كمدير فني، كل ده بياخد وقت. الاهم من ده كمان يعني صفقه زي حسين الشحات ممكن وارد جدا وهو من افضل اللعيبه اهو وتجيبه في اول مباراه يكون لسه مش موفق لسه ما اتجانسش، فهتيجي تقول بقى ده صفقه فاشله ولاعيب وحش. لا، فانت في بديهيات. ليه عملنا فتره اعداد قبل الموسم؟ لان انت بيبقى عندك هيكل تيم وبتجيب اضافات، فليه سابوا فتره معينه للفرق تعمل استبدال، تعمل تغيير في اللاعبين في الاجهزه الفنيه، واداك على الاقل شهرين المفروض بتعمل فيهم اعداد بدني وفني وتكتيكي وتدخل كل الفنيات اللي انت عايزها وبتعمل التجانس بين اللعيبه وبعض عشان لما تيجي تبتدي الدوري ما تحصلش دروبات اللي هتحصل في المباريات الوديه اللي انت هتبدا تكتشفها. تخيل ان انت الحاجات دي بتحصل وانت شغال في مباراه رسميه. فالطبيعي ان يحصل دروب واثنين وثلاثه، الاهم ان انا عملت في النهايه فرقه هتنافس وتجيب بطولات ولا لا، هي دي النقطه. ولازم اعتقد نفرق بين كمان يعني مجموعتين من الاراء. الاراء اللي هي بانيه امورها كلها على صراعات شخصيه مع المجلس الحالي فهتنتقد طول الوقت زي ما حضرتك قلت، دول خارج حساباتنا تماما. مفروض. واللي بيحب النادي الاهلي وغيور عليه فنقده موضوعي، يعني بيقول يا جماعه انتوا وعدتونا اكتر من مره، احنا زعلانين اما الاهلي بيخرج من اكتر من بطوله او بيتعرض لسلسله هزائم ده مش مرضي بالنسبه لنا. دول الجماهير المحبه للنادي اللي بتقول احنا عايزين الافضل. مفروض. احنا عايزين شكل الفريق يبقى افضل، نتائجه افضل، اتصرفوا بقى انتوا المسؤولين عن الكيان ده فنيا واداريا وماليا وتنظيميا، اتصرفوا حلوا لنا المشكله دي. ده رايي في محبه للنادي الاهلي، في غير على الفريق. بس انا مقبول عايز يعني. عايز هنا انوه، وده دور المحبين للنادي الاهلي والمش متعصبين، لان في فرق بين واحد محب ومتعصب فمش شايف حاجه غير المكسب ومش قابل اي اعذار، وفي واحد محب وعارف المنظومه والدنيا ماشيه ازاي. وبالتالي المحب اللي انا بتكلم عليه اللي يوعي اللي هو متعصب اقول له لازم نهدى، لازم نصبر على النادي، النادي بيغير جلده، الفرقه دلوقتي في مرحله تجهيز واعاده بناء عشان ترجع بالقوه اللي هي تجيب خمس ست بطولات في الموسم تاني، اللي هي تقعد 3-4-5 سنين راكبه
تكسب البطولات سواء تكسب البطولات سواء محليه او دولية. هو النادي الاهلي متعود كده ان بيعمل فرقه تاخد لها 5-6 سنين راكبه وبعدين يحصل ضرب السنه حاجه ويطلع تاني وتبدا مرحله تجديد تاني وتعديل. فانت ما تتخيلش ان انت هتعيد بناء فرقه في يوم وليله. ما تتخيلش ان انت هتعمل تجديدات في يوم وليله. ما تتخيلش ان انت عندك كم اصابات وسوء توفيق غير عادي في مراكز كتير جدا. حتى اللي بيرجع احمد فتحي لسه راجع تبص تلاقيه طلع تاني. فانت كل الظروف لا ده المباراه دي بس واصابه لاحمد الشيخ واصابه لازارو يعني بتكمل بثلاث اربع لعيبه بيرجعوا لك يعني بتفقد ثلاث اربع لعيبه يعني انت هنا لازم تقول الصبر والهدوء. لدرجه الناس بقت بتسال في الموضوع طول الوقت وحضرتك عارف بيقولوا يا جماعه ايه كميه الاصابات اللي في النادي الاهلي دي يعني بيقولوا ده عدم توفيق ولا لازم نراجع بعض الامور لازم يعني الناس بقت عندها كمان ده هاجس عند الجمهور انا بقول فيها عدم توفيق وفيها جزء فني برضو لازم اشوف اللعيبه دي بتتمرن ازاي اللعيبه ديت في اوفر تريننج عندها في حمل عالي ولا لا ما كانش يبقى لازم تشوف ان اللعيب ده السن الكم الماتشات اللي بياخده في الوقت دوت كتير قوي عليه فلازم اعمل روتيشن في الوقت دوت لازم يحصل عندي ان انا ادي لواحد مثلا سنه فوق وصل 35 سنه لازم ادي له ماتش اتنين واريحه التالت ويكون عندي البديل الكفء عشان ازاي ادي له وقت الريكفري الريكفري عشان يرجع بقوته تاني انما خد 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 وبالتالي وده ممكن يكون مدرب في الوقت اللي كان بيديله ورا بعض معذور ده هنا بقى السلسله كامله الحلقه كامله بين الجهاز الفني ومخطط الاحمال والجهاز الطبي ده شغل مجموعه نرجع بقى هنا النقطه دي ايه دخل بقى الاداره في الحته دي ده شغل كله فني اللي انا بقول عليه ده بقى اللي هو انت ما بتتصاب بتفقد ثلاث لاعبين مهمين مؤثرين في ماتش واحد ايه علاقه لما تيجي هنا بقى نرجع نقول بقى الحته اللي هي ازاي بتعمل الريكفرنج ازاي بتعمل روتيشن بين لعيبه وتعمل تدوير ازاي ده بيخش ده بيطلع بتريح مين بتعمل مين ده شغل فني مع طبي مع بدني كل ده شغل هو بس الجمهور بيرجع في الجزئيه دي برضو بيوجه نداءه دايما لمجلس الاداره المسؤولين في النادي يقولون برضو الحقونا يا جماعه شوفوا ليه في اصابات حاولوا تعالجوا ده شوفوا ايه الاسباب ودوروا وانتوا قادرين بخبراتكم على حل المشكله دي يعني لو في سبب خارج امور يعني بعيدا عن حسابات عدم التوفيق بس لو في سبب علمي محتاج مراجعه في تجهيز الفريق في تدريباته في ارضيه ملعب في شغل الجهاز الطبي في شغل مخطط الاحمال يعني عايزين مراجعه السلسله كامله الخاصه بتجهيز الفريق ودي كلها مطالب طالما حضرتك بتقول زي ما حضرتك قلت من غير تعصب وبحب للنادي منطقيه ومقبوله لا انا بتكلم عن فريق مقبوله بطل يعني. وانت سبب فيها كنادي اهلي ليه لان انت عودت الناس ديت ان مفيش حاجة نعرفها الا المكسب انت عودت الناس ديت ان انا لازم بكسب على طول ومجهز نفسي لاي ظروف بتحصل انما للأسف عدم التوفيق والظروف الكتيرة اللي حصلت في وقت واحد المفروض ان الظروف دي بتحصل ان يكون في ضغط ماتشات كتير انما ما يبقاش في ضغط الماتشات مع اصابات كتير مع تغيير لاعبين مع تغيير جهاز فني كله في وقت واحد يعني ممكن يحصل الكلام ده بس في جهاز فني قاعد وحافظ ومستمر فعارف ايه بدايله ايه وعارف هيزق مين امتى ويقعد مين وانا دايما وانت شغال كمدير فني بتعمل ايه رقم واحد بيبقى محمد الجندي يبقى رقم اتنين ده جاهز للظروف الفلانيه رقم ثلاثة ده وقريب من المستوى اقدر اسند عليه اقدر اعتمد عليه وجاهز رقم ثلاثة عارفه وعيني على رقم اربعة تحت في قطاع الناشئين فاهم قصدي؟ فانت لما يكون عندك الاستقرار ده بتبقى حافظ الكلام ده. سؤال عايزين اجابه صريحه جدا عليها يا كابتن شريف، الناس بتتكلم انه اهميه الصفقات الجديده وصفقات مؤثره سواء برجوع لاعب بقيمه وقدرات رمضان صبحي وما ينتظر منه وعنده كتير وعنده افضل كمان مما قدم في المباراه اللي فاتت وعنده يعني الكثير والكثير لو اجتهد مع الفريق يقدر يعمل فرق كبير ان شاء الله في الفتره الجايه، ولاعب بقدرات حسين الشحات مع لاعب الانجولي مع العناصر الجديده الشابه كل المجموعه دي مع رجوع النجوم زي اجاييه ومعلول والمجموعه اللي هتكتمل برجوع لاعب مؤثر جدا زي اجاييه ان شاء الله ونجم زي حسين الشحات كل العناصر دي بس الناس طول الوقت بتسالنا بتسال اي شخص له علاقه بعائله النادي الاهلي وهذه المنظومه يا جماعه هل النادي محتاج هاف ديفندر مع المجموعه الموجوده ولا لا يا جماعه هل النادي محتاج مساكين واحد او اثنين مميزين ولا لا رايك ايه بصراحه كمدير فني قولا واحدا النادي الاهلي محتاج ليفندر هاف ديفندر هاف ديفندر ومحتاج في القلب تحت اتنين في الاثنين مساكين لازم محتاج اتنين جداد تعاقدات اتنين جداد مع المجموعه الموجوده لازم وخصوصا في المركز قلب الدفاع انا بسالك عشان حضرتك رايك فني بحت يعني انا بتكلم فنيا انا شايف النادي الاهلي محتاج رقم واحد قلب دفاع وبمميزات احمد حجازي
قلب دفاع اللي هو نسبه خطأه قليله جدا. ايوه ليه؟ لان دايما اخطاء النادي الاهلي بتيجي في الحته ديت. وبعدين احنا في وقت من الاوقات بصينا لان الباك شمال بقى بيلعب مساك والمساك الحقيقه المره اللي فاتت نتيجه الاصابات او غيابات او عدم جاهزيه برضو الله يكون في عون العناصر الشابه اللي بيدفع بيها في المركز ده. الجهاز الفني اضطر يعتمد على باك رايت وباك ليفت كمساكين في المباراه. انت كراجل مدير فني اوراق خلصت هتقول مش لاعب، وقبلها كان كريم ميدفيلد ديفندر في الاساس. أيوة. باك رايت يعني ما كانش باك ليفت اصلا. محمد هاني دخله فانت بتيجي في وقت من الاوقات هتيجي تقول ايه؟ هتقول مش لاعب يعني ولا ايه؟ فانت بتعمل حلول. مين من الناس اللي موجوده اللي تقدر تحل؟ لان انا عندي بديل له يقدر يلعب في المكان ده في الباك رايت، فمين يقدر يلعب في القلب فاجيبه يلعب في القلب. ودي حلول وقتيه، انما كفرقه عايزه بطوله وفرقه عايزه ترجع تاني لازم يكون عنده واحد بالمواصفات اللي بقول لك عليها ديت في قلب. يعني حضرتك عايز عشان تكتمل قوه وتاثير التعاقدات على شكل اداء الفريق ونتائجه، حضرتك بتقول انك مع الاراء اللي بتقول المطالب النادي بالتعاقد او البحث عن عنصر مميز في مركز الهاف ديفندر وعنصر مميز في مركز المساك. حضرتك بتقول يا ريت يكونوا اثنين مساكين. يا ريت افضل يعني، لان الحته دي ناقصه جدا. النادي الاهلي عنده حلول كتيره جدا مع عوده اللاعبين المصابين، اعتقد هيبقى في. واكبر مثال على اللي انا بقوله، شوف النادي الاهلي ناحيه الشمال قبل معلول ما يرجع وبعد معلول ما رجع في الماتش الفارق فرق كبير. عمل جبهه وفي هجوم وهو اللي صنع الهدف، هو مع رمضان صبحي قدروا يصنعوا الهدف. طب لما بيبقى بقى معلول وازارو واجاييه وواحد في القلب خط الظهر في قلب الدفاع بمواصفات احمد حجازي مع حسام عاشور، لا عندنا كباك رايت عندنا احمد فتحي ومحمد هاني كشاب مميز جدا صاعد في المركز ده، يعني عندنا عناصر. لكن حضرتك بتقول في مشكله في مركز المساك تحديدا ومحتاج اضافات على المجموعه الموجوده حاليا. اكيد لا. هيعمل فرق في نتائج الفريق. طبعا تمركز الجون الثاني بتاع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد تمركز خاطئ بالمره للاثنين قلب دفاع. يعني لان هو بقى في مساحه لوحده بمفرده في مواجهه. طبعا لازم يكون في ديلي. عبد الله عمل ديلي عشان يستلم الكره، لازم واحد بيروح بيقابل بيغطي في ظهر الراجل اللي الباك بتاعه، والتاني قلب الدفاع تاني لازم بيميل عليه. ومش كده وبس، اللي موجود بعد عنه. لو خدت بالك اللي جنب عبد الله لما جات الكره تلعب عبد الله بعد، لانه ما عندوش الخبرات دي. هنتكلم شويه يا كابتن شريف عن الدوري بشكل عام السنه دي. الزمالك متصدر، بيراميدز في المركز الثاني، الاهلي بيحاول يعني يحصد اكبر قدر من النقاط من المؤجلات. طبعا اي تعثر بيصعب عليه المهمه. زي ما شفنا بيفقد نقاط بتصعب عليه المهمه، مع ارتباطه طبعا وانشغاله بالبطوله الافريقيه وانه يريد ان يحصل على هذه النسخه من البطوله بعد فقدها في النهائي موسمين متتاليين. وان شاء الله نكون موفقين في الهدف ده. شكل المنافسه ايه في الدوري هذا الموسم؟ وبالنسبه للاهلي بخبراته وقدراته حضرتك شايف حساباته ازاي؟ النهارده هو فقد عدد من النقاط بتبعده قليلا عن المتصدر. هل النادي الاهلي بالقراءه او نظر لتاريخه في مسابقه الدوري قادر على المنافسه الموسم ده ولا لا؟ النادي الاهلي بعد ما يحصل اللي انا بقول لك عليه دوت، اذا كان في التدعيمات الموجوده دي ويحصل التجانس السريع، واعتقد ان يعني الوقت في صالحه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، عنده القدره. هو معود جمهوره، معود مصر كلها ان هو سهل انه يرجع في اي وقت. في سنه كانوا 13 نقطه او فرق كبير وسهل جدا. سنه كان الفرق 13 نقطه. بس مهم ان النادي الاهلي يعمل ايه دلوقتي؟ مهم النادي الاهلي يشيل الضغط عن اللعيبه شويه، بمعنى يشيل الضغط عن اللعيبه، بمعنى ان انا مش عايز كل وقت احنا بنلعب عشان ناخد البطوله، احنا بنلعب عشان ناخد البطوله. لا، احنا بنلعب دلوقتي عشان نكسب المباراه دي بس. ما سيبك من البطوله خالص، لان لما اجي اقول للعيب عايز اخد البطوله وبعدين اللعيب بيلعب النهارده وبعدين يبص يلاقي الفرق كذا نقطه وذهنه مشتت في فرق كام نقطه وهيقدر يحصل. انا خليني العب على اني بلعب مباراه كؤوس. انا مش في دماغي بطوله، انا بلعب وبجدد فرقه وبعمل فرقه جديده عشان الجمهور يهدى شويه والناس تهدى. وفي نفس الوقت بقول لعيبتي انا بلعب كاس، مباراه كؤوس، يعني النهارده بلعب عايز اكسب. وهم شغالين بالطريقه دي هتبص تلاقي نفسك قربت بدون ما لما اقرب اقول له انا عايز البطوله. واخد بالك؟ انما انا مش عايز اللعيب مضغوط وجمهور ضغطه ونازل ومش شاف قدامه الا ان في فرق بينه وبين وان كل مره يحصل تعثر ولا تعادل ولا فقد اي نقاط دي مشكله بتزيد. فانا بلعب عشان اكسب، بلعب عشان اكسب يبقى اعصابي هاديه. او عشان اكسب لازم اكون دفاعيا كويس ولازم ما يجيش فيا جول، وبالتالي يبقى انا طول ال 90 دقيقه قريب للمكسب. انما مش بلعب عشان اندفع او ما نضرب جون وبعدين بقى مطلوب مني اتعادل عشان اكسب. واخد بال حضرتك؟ فلازم الضغط يتشال على اللعيبه. اللعيب مضغوط او انا شايف لعيبه الاهلي كميه المس باص كتيره، ودي ما تجيش الا من ضغط. لان لما تكون انت لعيب انا عارف ان انت نسبه المس باص عندك 10%،
اما لقيها 50% يبقى انت في حاجه مش مظبوطه عندك عصبيا لا متوتر بتلعب في تصرف في اللعب لان بتاخد قرار جزء من السن فانت مضغوط فانا بشيل لازم اشيل عليه الضغط ودي مهمه الجهاز الفني مش الاداره بس مهمه الجهاز الفني ان يقول للعيبه احنا ما لناش دعوه بقصه مين ياخد الدوري الدوري لسه طويل قوي احنا قصتنا ان احنا عايزين صالح جمهور صالح جمهور بيقبل المباراه دي كسبت المباراه دي انا عايز اصالحه باللي بعديها وانس ان الاهلي كسب ماتشين ثلاثه ورا بعض انسى انه يرجع وصل لحاله التجانس والفريق خد الثقه هو هيلاقي نفسه بيقرب اكتر من المنافسه على اللعيب نفسه هيرفض انه يفقد نقطه بعد كده وبالتالي هيبقى في حافز تاني عند اللاعبين لو قربوا يقول لك لا لا انت هتيجي تقول له احنا عايزين يقول لك لا 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 احنا عايزين البطوله هو اللعيب نفسه يعني الجمهور نفسه بس عشان ما حدش يقول لنا انتوا بتشبهوا الدوري المصري بالدوري الانجليزي لا احنا عارفين فارق المستويات وفارق الاسعار والمبالغ الماليه واللياقه والمستوى الفني والسرعات والجماهيريه وكل شيء بس احنا بنقول انها مقارنه بين ناديين من نفس المسابقه النهارده مان سيتي في مباراته الاخيره مع ليفربول بيلعب المباراه دي وهو بطل الدوري في الموسم الماضي وليفربول متفوق جدا ونجمنا محمد صلاح الفريق ونجمنا محمد صلاح في افضل حالاتهم وبيلعب مباراه بياخدها بفارق 7 نقاط ممكن يبقى 10 نقاط في حاله فوز ليفربول وبيلعب وبيكسب يعني قصدي ان المنافسه بالنسبه له ما انتهتش واحنا تاني بنكرر مش بنقارن الدوري المصري والدوري الانجليزي بنقارن بين حال فريقين في نفس المسابقه انا باكد لك ان جوارديولا هو بيقول للعيبته ما بيقولوش انا بقول لهمش احنا عايزين ناخد البطوله بيقول لهم احنا بطولتنا ان احنا نكسب المباراه دي هو بيقلص الفارق احنا بطولتنا النهارده اشوف فرق الاستحواذ والاصرار عن الروح القتاليه كانت اعلى مان سيتي بذل مجهود اكتر طبعا عمل يعني بذل جهد كبير بدني مع فرقه المفروض ان عندها الثقه وعندها الفرق وفي احسن حالاتها ليفربول اداء المفروض ان هم ايوه انما التانيين عندهم هدف تاني هو ازاي نكسر الفرقه اللي هي ركبانه دي احنا هنا بناخد امثله بس من اي دوري في العالم اقوى من الدوري المصري انا عايز اقول لك اهو فارق مستوى فني لصالح هذا الدوري او ذاك على حساب الدوري المصري لكن ان الدوافع موجوده عند الفرق حتى لما بيبقى فيه فارق نقاط كبير يصعب المهمه الفرق مش بتستسلم وبتنافس مان مع ليفر ده 6 بونت مش 3 بونت مثال الاهلي مع زمالك 6 بونت الاهلي مع بيراميدز 6 بونت الاهلي مع من ثالث الانتاج او فرقه من اللي في المربع الذهبي 6 بونت اي فرقه فوق في الجدول لما لعبها دي ب6 بونت لان اخد انا 3 وقفوا 3 اخد 3 وقفوا 3 وهكذا فلما المان بيلعب ليفربول هو في دماغه ان انا اخد 3 بونت ده بطوله خلاص انا كسبت المتصدر دي نمره 1 نمره 2 عطلت مسيرته كمان في وقفته فبدل ما بقوا 10 بقوا كام؟ بقوا 4 واخد بالك ان الفرق والاجهزه الفنيه بتلاقي الدوافع عندها حتى لو هي موقفها اصعب مقارنه بالمنافس في المباراه ما اشوف الفرق 7 طب بعد الماتش الفرق كام 4 يعني بدل بقى 10 بقى 4 يعني 6 بونت فانت هنا بتشتغل بالحته لما يكون الظروف غير مواتيه او مش في صالحك الظروف مش في صالحك بتعمل تغييرات لازم تعمل حساباتك بطريقه ثانيه وتضحك على لعيبتك بطريقه ثانيه وتاخد منهم اقصى ما عندهم انت عندك كمان حاجه في صالحك كبيره جدا ومهمه جدا ان انت عندك لاعب مش متعود غير على المكسب فسهل بسرعه ان يرجع تاني للمكسب غير لما تكون انت معاك لعيب متعود انه بيكسب ماتش يخسر ماتش وتعادل ماتش وبطوله تيجي السنه دي ما عندوش ثقافه الفوز ما عندوش ثقافه الفوز لا انت عندك كل اللاعبين عندهم ثقافه الفوز وبالتالي سهل ان يرجع بسرعه طيب من وجهه نظرك بقى فنيا يا كابتن شريف ايه سبب يعني حضرتك بتقول التجديد وعدم التجانس هل في اسباب تانية ايه سبب تعثر الفريق لانه الحقيقه الكل بيجمع على ان الفوارق الفنيه بين فرق الدوري مش كبيره والاهلي من اميز الفرق ما كانش عنده افضل مجموعه من اللاعبين حتى مع الاصابات والغيابات الا انه مع احترامنا طبعا لوجود عناصر متميزه في اكتر من فريق منافس ومفيش خلاف على قدراتهم لكن الفريق اللي عنده اكبر عدد من اللاعبين اللي عندهم مهارات خاصه وقدرات او مواهب فطريه في الدوري الممتاز ما اعرفش حضرتك شايف ان الاهلي ولا لا يعني اعتقد النادي انه الاهلي النادي الاهلي عنده مقاومات بطوله ودي بشهاده الناس كلها حتى لو هو في يعني عنده ميزه عن النادي الاهلي السنه دي في من قيمه 5-6 اسابيع كان ترتيبه الاخير مش كده ولا ايه لان عدد مباريات لعبها قليل وبالتالي كان في الجدول الاخير انما اقل حد من الفنيين ولا المحللين كان يقول غير ان الاهلي لما يرجع يلعب ماتشاته هيطلع فوق طبيعي معروف امكانيات النادي الاهلي ايه وعنده لعيبه شكلها ايه وهي العمليه عدم توفيق مع
ظروف صعبه للاصابات كتير، انما النادي الاهلي قادر انه يعود ويعود بقوه، والنادي الاهلي عنده المقاومات الفنيه كمان، لعيبه عنده لعيبه مميزه جدا. انا في وقت من الاوقات كنت يعني بقول اكيد المسؤولين عن منتخب مصر دول بيتفرجوا على ماتشات تانية لما وليد سليمان مش في الحاله اللي هو فيها يعني حتى الناس زعلت مني، بعض الناس اللي في الاتحاد زعلوا يعني. انت قلت انا شايف وجهه نظري ازاي وليد سليمان راجل افضل لعيب في الدوري المصري ومش في المنتخب. انت تقول سنه كبير، طب ما انت واخد احمد محمد كبير، احمد محمد على فكره ابني يعني، من انا اللي جايبه المحله. اه ما عندكش اعتراض على وجوده في المنتخب، بس تقول انه لازم الفرص دي تبقى عند كل اللعيبه. الفرص تبقى عند كل لعيب واديله وسيله حتى ممكن يبقى قطعه غيار مفيده ليك. فعايز اقول لك النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه مميزه قادره على العوده بسرعه، بس محتاجه الصبر. الصبر رقم واحد من الجمهور. يعني لازم الجمهور يصبر، لان الجمهور نادي الاهلي من ضمن سماته ان الجمهور بتاع انا وانا. انا ما اتكلم عن فريق، لان الجمهور اما بيزعل كابتن شريف بيقول ايه؟ انتوا بقى غيروا الفرقه خالص، كان ما فيش ولا لاعب. لا 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 لا، لما افكر في قدرات الفريق حتى الهجوميه، انا بتكلم عن حاله عدم توفيق او عدم جاهزيه عدد من اللاعبين او نقص في الصفوف، بتكلم عن فريق بيضم في صفوف صلاح محسن، بتكلم عن الموجود والمصاب، يعني مروان محسن، وليد ازارو، مؤمن زكريا، ده في منطقه الهجوم بس، ووليد سليمان واحمد الشيخ واجايه ومين صالح جمعه، يعني اتكلم عن وحمودي وناصر ماهر العناصر، محمد شريف، يعني المجموعه حتى اللي صاعد. انا بتكلم عن فريق عنده وفره في القدرات الهجوميه لدرجه يصعب على الجهاز الفني اختيار العناصر اللي هيثبتها. انا عايز اقول لك اي لعيب من اللي انت قلت عليهم دول يقوم فرقه. ما احنا شفنا فرق في الدوري بتعمل تجربه مميزه جدا بلاعب واحد. بلاعب واحد، انت قلت المصري عنده جمعه بس على الدرجه. في يوم من الايام كان المقصه الحقيقه، مع احترامنا طبعا لقدرات الفريق، قايم على تالق احمد الشيخ، كان هو اللي بيقود الفريق ده بشكل مميز جدا في الدوري، لاعب واحد مميز. اي لعيب من انديه الدوري تتمنى اي لعيب من اللي انت قلت عليهم دول بس يبقى عنده كمهاجم يقوم له فرقته، وبالتالي انت العناصر موجوده، اذا كان مصاب ولكن الإصابة فبعدها في ظروفها خارج عن إرادته، وبعدين إيه بيجي عندك إصابة، تخيل مثلا عندي ثلاثة في مركز معين، يوم الأساس والاحتياطي والثالث مصابين في نفس المركز، وبالتالي أنت مركز فقدته وتلعب واحد بقى مش في مركزه، وبالتالي الظروف دي هي اللي وصلت الوضع في النادي الأهلي كمركز أو مستوى فني لكده. إنما لما الناس دي كلها بترجع اكيد النادي الاهلي بيرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله. نتمنى يعني الامور تكون افضل يعني في الفتره الجايه مع الاضافات الجديده. احنا بنتكلم عن عناصر بقوه، رمضان صبحي وحسين الشحات، بنتكلم عن لاعبين لهم ثقل مع الاسماء اللي قلناها دي، اعتقد هتبقى الامور فيها اهم بقى من الامور الفنيه دي. دي امور فنيه بعيده عن الاداره خالص اهو، اهم من كده شغل الجهاز الفني نفسه، شغل الجهاز الفني مع بعضه وازاي يظبط المسائل. وفوق كل ده لازم يكون في شويه صبر من الجمهور. انا وانا ماسك، لما كنت بلعب الاهلي وانا ماسك المحله، في نقطه خطيره كنت بخاف منها قوي. لو انا كسبان النادي الاهلي، يعني انا متعود ان انا ماسك اي فرقه وخسران الجمهور خلاص قاعد ساكت، ان ما كانش بيهاجم خلاص. انما انا وانا بلعب النادي الاهلي لو انا كسبان ناعي طول الوقت ان جمهور النادي الاهلي بيشجع لحد الدقيقه 95، تخيل وفرقته مهزومه. فده كان فيه صبر من الناس شويه على الفرقه وعندهم ثقه. يمكن ده جزء من زعل الجمهور من الفريق انه حتى ما رجعش في المباراه الاخيره، لان النادي اتعود ان النادي بيعمل الفارق وبيتعادل ويكسب في الدقائق الاخيره دايما. فاحنا متعودين ان الروح القتاليه بتعلى جدا لو الفريق المنافس متفوق في الملعب. بس يعني عايزين نعرف ان في ناس راجعه من اصابات لسه ما جاش، ان الفريق مش في حالته الكامله، مش في حالته. فانت حاولت وخد بالك كان في اي لحظه ممكن الاهلي يرجع ولا ايه؟ في شك في ضربات جزاء؟ طبعا لا طبعا، احنا بنتكلم عن عناصر بقى يعني احنا بنقول ان الاهلي لا يعلق الهزيمه على اي سبب او مبرر خارج الملعب، ولكن في امور محتاجه مراجعتها. يعني المباراه موجوده، نشوف مين في تكافؤ فرص، قرارات التحكيم شكلها ايه. حلو، ادت ان انت ما رجعتش، فمعلش المره دي يعني نصبر برضه على الناس لحد ما ترجع ويبقى الفورمه اللي احنا عارفينها، بعد كده نبدا نحسن. انا بس من المدرسه اللي بتثق قوي في قدرات النادي الاهلي، لاعبين واجهزه فنيه وكده، فما ببصش على المؤثرات الخارجيه. انا عارف انها بتؤثر في العالم كله، بيبقى في احتجاج عليها في اي دوري وعلى اي مستوى من الفرق واللاعبين، بس بشوف النادي الاهلي عنده القدره انه يتفوق حتى مع المشكلات اللي موجوده عندنا. مظبوط، في طبعا مؤثرات. يعني انت لما تفضل ضاغط 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 وفرص ما بتجيش، كره تيجي في العارضه وتطلع، كره تيجي مش عارف ايه تيجي او ضربه جزاء ما تحتسبش، الحاجات دي. بس انا مش بميل للحديث عنها، لاني عندي ثقه ويقين ان فريقنا
وتاريخ النادي الاهلي وقدرات وخبرات لاعبيه والاجهزه الفنيه الموجوده عندها القدرات انها تتخطى ما بنحملش حته ان لكن هي بتزود المشكله انما هي سبب من الاسباب انما ما بنقولش ان ده السبب الرئيسي ده السبب بس انما هي سبب انما لما نيجي نتكلم صح وقلنا الاسباب ايه اصابات كتير في دروب في المستوى الفني للاعيبه نتيجه الاجهاد في 1 2 3 4 بعد ده كله قلنا كان ممكن ان ممكن يرجع لو في توفيق مش 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 قصد عدم قصد او حكم قاصد لا حضرتك بتقول على يعني عدم على توفيق زي ما في عدم توفيق يعني. للاعيب اللي بيحطها حطها في الاول في عدم توفيق للحكم عادي صحيح حضرتك مش بتقول ان في نيه مبيته بس على الاقل انه ما كانش قرار صائب او انه ما كانش موفق في قراره ده. طيب خلونا نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه لسه معاكم من خلال الاهلي الليله ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الكابتن شريف الخشاب اهلا بيك مره ثانيه اهلا بيك يا محمد عندنا بس بعض النقاط المتعلقه بالامرين قضيه انتقال لاعب النادي الاهلي السابق عبد الله السعيد الى نادي بيراميدز في الدوري المصري وايضا بعض الامور والبيانات اللي بتحتاج الى ايضاح وتوضيحها للساده المشاهدين عن علاقه النادي الاهلي بشقيقه العين الاماراتي ونجاح ايضا الصفقه الخاصه بانتقال اللاعب حسين الشحات او النجم طبعا حسين الشحات الى صفوف النادي الأهلي المصري. خلينا نبدأ بنجم النادي الأهلي السابق عبد الله السعيد وانتقاله إلى صفوف بيراميدز بعد تجربة مع نادي أهلي جدة السعودي لم تستمر والنادي الأهلي بيرسل هذه المذكرة مرة تانية تأكيدات بإرسال مذكرة ومخاطبة رسمية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري لتفعيل العقد الثلاثي بين الثلاث أطراف النادي الأهلي طرف أول والطرف الثاني النادي الأهلي نادي أهلي جدة السعودي وطرف ثالث اللاعب المصري عبد الله السعيد. بتؤكد إدارة الأهلي الدفاع عن حقوقها المالية والإدارية والتعاقدية وفقا لبنود ونصوص هذا العقد وشكواها في أن بنود العقد الثلاثي واضحة تقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث أهلي جدة وعبد الله السعيد بالمسؤولية مسؤولية الطرفين الثاني والثالث عن حقوق الطرف الأول في هذا العقد النادي الأهلي المالية حال انتقال اللاعب لأي نادي. جاء ذلك بعدما قام اتحاد الكرة بقيد اللاعب ضمن صفوف نادي بيراميدز الجمعة منتقلا من أهلي جدة السعودي بدعوى أن اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي بالتراضي. وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرم النادي الأهلي من حقوقه وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي والتي تؤكد على أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار خاصة وأن البند التاسع من العقد نص على أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق عليه على ذلك جميع الأطراف. وفي هذا الجانب لدينا ثلاث نقاط واضحة ومحددة. النادي الأهلي هنا بيعلن موقفه الواضح بعد المشاورة مع الخبراء القانونيين في النادي الأهلي وبعد مشاورة الكوادر الموجودة في هذه اللجنة المختصة بمتابعة هذا الأمر بقيادة رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب. المذكرة واضحة بأن العقد الثلاثي واضح ويحفظ لكل نادي حقوقه. نادي الأهلي نادي أهلي جدة كيان كبير وتربطه علاقات جيدة ورائعة بشقيقه الأهلي المصري ولا نعتقد أنهم يسعون لإلحاق أي ضرر بشقيقهم هنا في مصر ولم يسعون لفسخ التعاقد بشكل ودي لإضاعة حقوق الأهلي المصري في صفقة السعيد. عبد الله السعيد كلاعب طبعا سابق ونجم سابق في المنتخب الوطني في صفوف النادي الاهلي وحقق نجاحات كبيره في فترات سابقه مع النادي الاهلي. هناك تاكيدات من النادي على انه لا يمكن ان ينكر النجم المصري عبد الله السعيد فضل النادي الاهلي عليه والنجاح المشترك اللي تم بتجربتهم معا اللاعب في صفوف النادي الاهلي والنجاح اللي تحقق مع مجموعه من اللاعبين والانجازات اللي تمت في الفتره اللي فاتت عندما كان السعيد بيرتدي فانيله النادي الاهلي وضمن صفوف نجوم هذا الفريق الكبير. لا يمكن ان ينكر فضل النادي الاهلي عليه ولن يكون يوما سببا في إضاعة حق النادي الأهلي الذي لمع بين صفوفه حتى وصل إلى المنتخب الوطني. دي بعض الاجتهادات لينا كفريق عمل بنناقش الأمر بنقول إن أكيد الأمور هتاخد مجراها القانوني السليم. أنا ما أقدرش أتكلم عن هذا الأمر إلا وأنا أمامي كل البيانات الصادرة ولكن بنثق طبعا في الرؤية الخاصة باللجنة المختصة بهذا الأمر وما نصت عليه البنود الخاصة بهذا العقد. النادي الأهلي بيقول إن هنا البند الصريح اللي بينفي فكرة أو حديث البعض عن إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي وإن ده يضيع حقوق النادي الأهلي إنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق عليه جميع الأطراف اللي هم الأطراف الثلاثة الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي واللاعب عبد الله السعيد طرف ثالث في هذا العقد
طبعا الأمور دي هتحسم عن طريق الجهات المختصة والقانونية والمخاطبات اللي هتتم بين الأهلي المصري ونظيره السعودي واللاعب واتحاد الكرة المصري. نتمنى الأمور تخرج بالشكل اللائق الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف وفقا لهذا التعاقد، سواء النادي الأهلي المصري أو نظيره السعودي واللاعب المصري أيضا عبد الله السعيد. نتمنى الأمور تاخد الشكل اللي يليق بهذه الكيانات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، وده الصورة اللي نتمناها دايما عن العلاقات في الوسط الرياضي والكروي. تعليقك على الكلام ده كابتن شيخ؟ والله أنا شايف إنه يعني ما فيش مشكلة خالص، العملية سهلة جدا والعقد شريعة المتعاقدين، وأعتقد العقد واضح جدا ما فيش مشكلة. أعتقد ان اذا ما افتكرش ان مقصود تحايل، لو في تحايل يبقى ده حاجه مش مظبوطه، انما اذا كان العقد بيقول انتقال النادي عبد الله السعيد لاي نادي داخل مصر بينص على دفع على حقوق النادي الاهلي 2 مليون دولار وفقا للنصوص العقد المعروضه من خلال البيان، فاعتقد ان ما فيهاش مشكله خالص. والنادي الاهلي السعودي اكبر بكتير من انه يعني يحط نفسه في موقف زي ده، وهو اعتقد لا، والنادي الاهلي كمان يعني على يقين نعتقد كلنا ان النادي الاهلي وادارته على ثقه بانه قيادات نادي الاهلي جده السعودي بتراعي العلاقات الاحترافيه والعلاقات والامور التعاقديه والحقوق دي، زي ما النادي الاهلي في حرصه على التعاون مع اي نادي اخر، وده هناتي اليه بعد قليل، نموذج انتقال حسين الشحات لمصر بيبقى حريص على كل الاطراف ومصالح علاقات الناديين اكبر بكتير من بند زي دوت. يعني اعتقد ان الموضوع ما يستاهلش ان النادي بحجم اهلي جده او النادي الاهلي علاقاتهم تسوق ببند صغير زي ده. اعتقد ان سهل جدا انه يتحل بان كل واحد ياخد حقه، والعمليه سهله جدا. وانا طبعا لن افتي في الامر، انا مش قانوني، انا هنا بمثل النادي الاهلي وجهه نظره وجماهيره وادارته والحفاظ على حقوقه الماليه والتعاقديه، ولا استطيع ان اجزم هنا الا بعد استشاره اكثر من خبير قانوني عندنا، بس الرؤيه اللي بنثق فيها لمجلس الاداره واللجنه المختصه بالحفاظ على والدفاع عن حقوق الاهلي الماليه وما فيها من كوادر مع الكابتن الخطيب كمان من الإدارة أو من الكوادر القانونية في النادي، وهم الأقدر على شرح الأمر، إن نص العقد كاملا مش قدامنا دلوقتي وإحنا مش قانونيين، بس ما أقدرش أقول إذا كان في ثغرة قانونية ولا لا، ولكن أثق في رؤية النادي الأهلي إنه لا يسمح بانتقال اللاعب دون حصول النادي الأهلي على حقوقه وفقا لما أعلنه النادي الأهلي في مخاطبته لاتحاد الكرة تحت أي بند من البنود. ما أعتقدش النادي الأهلي يخطو خطوة زي دي ويبدأ إلا وهو على يقين إن البنود التعاقدية سليمة. أعتقد من معرفتي بإدارة النادي الأهلي أن لو في شك 1% ما كانش طرح أو طلب بتفعيل العقد، فأنا عندي ثقة كبيرة أن طالما طرح الموضوع يبقى هم أصحاب حقوق في هذا التعاقد. يعني إن شاء الله هذا الأمر ينتهي بالشكل اللي يحافظ على حقوق النادي الأهلي وعلى كمان العلاقات بين الأندية العربية الشقيقة وعلى العلاقات مع اللاعبين في علاقاتهم التعاقدية مع أي نادي وانتقالهم من نادي إلى آخر سواء داخل أو خارج مصر. فطبعا اللي يليق بكل الأطراف المعنية أو بيضمها أو مذكورة ضمن بنود هذا العقد طبعا الضخم. هننتقل أو مرة تانية بنبقى مع الحقوق التعاقدية للأندية وعلاقاتها. كابتن شريف، في شكر موجه من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نظيره مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، نعتقد أنه هيكون الرأي العام بيصف الفترة اللي فاتت، كان في حديث في فترة سابقة محاولة تعاقد الأندية المنافسة كانت بتسعى للتعاقد في الوقت ده مع كل من نجمي النادي الأهلي وقت وجوده في الفريق، أحمد فتحي طبعا حاليا لسه معانا كنجم من نجوم الفريق وعبد الله السعيد في هذا الوقت، وأطلق عليها صفقة القرن. وانتقل عبد الله السعيد وكان في جدل كبير جدا وصولا إلى خروجه إلى الدوري السعودي ثم عودته إلى نادي بيراميدز. النادي الأهلي أعتقد أن جماهيره في الفترة اللي فاتت لا حديث لها عن صفقة القرن بالمعنى اللي حيرضي الجماهير ويقنعهم إلا مع انتقال حسين الشحات للنادي الأهلي. مزبوط. هي دي الصفقة اللي هتبقى مرضية جدا للجمهور، لأنه شايف أنه هو اللي هيكون موجود في المركز ده وهو اللي هيضبط إيقاع الفريق ويقدر بلغة الكرة يشغل كل النجوم الموجودين حواليه في الملعب بالشكل الأفضل. حضرتك قلت أنها صفقة فنية مهمة جدا. البيان ده بيضم شكر النادي الأهلي وتقديره للتعاون من الجانب الإماراتي ومن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي بقيادة السيد غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين. ونص أيضا النادي الأهلي بيؤكد على 3 نقاط مهمة جدا. نضم حسين الشحات بكل المعايير الفنية هي صفقة ناجحة ومؤثرة جدا وخطوة كانت مطلوبة على مستوى رؤية مجلس الإدارة على مستوى الشارع الأهلاوي والجماهيري، وهذا اللاعب بخبراته ونجاحه وتألقه ووجوده كلاعب دولي وإسهاماته في كأس العالم للأندية، وأنه قادم كمان من نادي مميز جدا فنيا وماليا
يعني مزبوط. قادم بناء على رغبته وحبه للنادي الاهلي ومن الجانب الاخر تمسك النادي الاهلي بيه. وايضا كابتن محمود الخطيب بنفسه تولى ملف المفاوضات والتواصل مع المسؤولين في الجانب الاماراتي في الفتره اللي فاتت، توجيه الشكر على التعاون والترحيب برغبه النادي الاهلي ورغبه اللاعب رغم تمسك النادي الاماراتي بنجمه لوجوده معاهم في الفتره الجايه، وكانوا مش راغبين في انتقاله لاي نادي اخر لكن استجابوا لرغبه اللاعب ورغبه النادي الاهلي. ومجلس الاداره ايضا كمان بيؤكد انه في الفتره الجايه مستمر ولن يكتفي بهذه الصفقات، وبيطمن الجمهور انه هينجز المزيد من الصفقات ان شاء الله في الفتره الجايه. راي حضرتك ايه في النقاط دي؟ اتمنى تكون الصفقات الجايه في المركز اللي انا قلت عليه، فدي تدي قوه النادي الاهلي، دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم هنا نحيي رئيس مجلس إدارة النادي العين الإماراتي، لأن مهم جدا في الاحتراف أن أنت لما يكون عندك لعيب مؤثر بحجم حسين الشحات والدنيا كلها بتتكلم عليه وانت مش محتاج ماديا فلوس وبالتالي بتسيبه بسهوله ويمشي، ده حاجه مش طبيعيه. ليه؟ لان دي ترجع لان الناس دي رياضيه ومخها رياضي فوق الوصف، بمعنى ان لما يكون رغبه اللاعب عدم الاستمرار يبقى الافضل ليا ان انا اسيبه يروح يلعب في حته مرتاح فيها نفسيا افضل ما اقعده واقول لا مش هبيعه وانا مش محتاج فلوس ويلعب عندي غصب عنه. فدي تحسب للنادي الاهلي الاماراتي انه فضل رغبه اللاعب وفضل ان اللعيب يلعب عنده يكون عايز يلعب عنده، مش العمليه ماديه بس، لان كلنا عارفين النادي الاهلي الاماراتي مش مستني الفلوس عشان عايز يبيع حسين الشحات. وبالتالي ده نجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي إنه أقنع نادي العين بصفقة كبيرة زي دي في 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 وقت هو متوهج هناك وهو عامل إنجاز كبير هناك، فإنه يقنع إدارة مجلس إدارة نادي العين إنه يسيب حسين الشحات ده نجاح كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي. وفي نفس الوقت تحية عليه حسين الشحات إنه هو أبدى رغبته صراحة وهو في موجود في نادي تاني انه يتمنى اللعب للنادي الاهلي. فهي بكل المقاييس بنوجه التحيه لمجلس اداره نادي العين وبنشكر مجلس اداره نادي الاهلي انه نجح في صفقه كبيره زي ديت، مع العلم في انديه بتعمل ضجه كبيره ودوشه ودوشه وبتاع وبعدين الصفقه تطلع في الهواء. بحترم جدا مجلس اداره النادي الاهلي ودايما بقول انا يعني يا ريت الانديه كلها بتتعلم ان صمت 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 وما بيحصلش اعلان الا لما بالامور فينش انتهت بنسبه 100%. انا طبعا يعني بنتمنى الامور تسير للافضل في الفتره الجايه، على يقين ان النادي كمان اهلي جده بالتاكيد هيبقى على حريص جدا على علاقته بالاهلي المصري، وانه لو في تاكيد او دور للنادي الاهلي السعودي او اهلي جده في تفعيل بنود هذا العقد والادلاء برايه القانوني في هذا الامر وما يتعلق بحصول نادي اهلي على هذه المستحقات الماليه اكيد لن يتاخر لحظه واحده. ما اعرفش موقف طبعا اللاعب المصري عبد الله السعيد ايه، لانه ما بين فكره وجوده في هذا الكيان لفتره سابقه فتسهيل مهمه الاهلي في الحصول على حقوقه، او البعض الاخر اللي هينظر ان اللاعب خرج غير راضي بعد مرحله التفاوض اللي لم تكتمل ولم تكلل بالنجاح باستمراره مع النادي الاهلي بسبب خلافات على بعض الامور الماليه او رغبات اللاعب او القيمه الماليه قد يكون مبالغ فيها في الوقت ده او من عدمه يعني. فما اعرفش موقفه ايه، ولكن هذه الصوره اللي قلنا بنتمناها بس، لكن لسه طبعا موقف اللاعب لم يحسم والامر يتم رفع هذا الامر الى الاتحاد المصري والادارات القانونيه اللي هتتحدث طبعا مع الاتحاد السعودي نظيره الاتحاد السعودي ومع نادي اهلي جده السعودي للحديث وحسم هذا الامر. نتمنى طبعا انه وفقا للعقد يكون في حقوق تسترد للنادي الاهلي. اعتقد ان عبد الله من الذكاء وداخليا لو انا دخلت جواه بيتهيألي ان هو ما ينساش ابدا فضل النادي الاهلي عليه وما ينساش ان هو اشتغل في منظومه شاركت المنظومه دي في رفع اسمه عبد الله بشكل كبير زي ما هو شارك في نجاحات كبيره العلاقه كانت من الطرفين طبعا. واعتقد ان هو لحد ما يبطل كوره هيفضل يعتز بانه كان بفتره وجوده في النادي في فترة نتمنى نتمنى يكون ده افضل او نتمنى تكون دي الروح الغالبه على تفكير اللاعب او النجم المصري عبد الله السعيد حتى رغم اي فتره فيها توترات سابقه، لانه بالتاكيد طبعا كانت فتره فيها نجاح مشترك للنادي الاهلي وللاعب ومن اميز الفترات اللي قضاها كلاعب محترف، مش بنبخسه حقه، هو كمان ساهم في نجاحات كبيره في فتره وجوده في النادي الاهلي. القرار هيكون له وطبعا الامر سيحسم من خلال طبعا البنود القانونيه وليس حسب الاهواء، والنادي الاهلي زي ما حضرتك قلت دايما لا يتحرك الا وهو على يقين من صحه موقفه القانوني في اي ملف من الملفات. تعودنا على كده.
اسعدتنا بوجودك معانا يا كابتن شريف، وان شاء الله يتكرر اللقاء ده، ونتمنى نلتقي بيك مره تانية وتكون مؤشرات النتائج افضل، وتقول لنا كمان انعكاس النتائج والصفقات الجديده وسياسات مجلس الاداره الحالي من اجل تطوير قطاع الكره في النادي وانعكاسها على الفريق والاداء والنتائج محليا ودوليا ان شاء الله. انا اللي اتشرفت بوجودي معاك يا محمد، وسعيد جدا ان انا موجود في قناه محترمه زي قناه النادي الاهلي، وان شاء الله على ثقه كبيره ان توفيق النادي الاهلي جاي ان شاء الله، وناقصه بس التوفيق وعوده اللاعبين، وباذن الله الدوري المصري يحلو وبيحلو لما تكون منافسه قويه في وجود النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله الامور تكون افضل وتكون مرضيه للجميع، الجماهير واعضاء النادي ومجلس الاداره وكل محبي النادي الاهلي ومتابعي القناه، وتكون المؤشرات افضل ان شاء الله على كافه المستويات، الاداء والنتائج ان شاء الله. شكرا محمد، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك كابتن شريف الخشاب، المدرب المصري صاحب التجارب المتميزه داخل وخارج مصر في عالم كره القدم. بشكر حضرتك كابتن شريف. نهايه هذا الحوار مشاهدينا، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي ليله، فاصل ونعود. فيلم حارس، هو فيلم قصير عن عم حارس رحمه الله، طبعا أشهر عامل غرف ملابس في مجال الرياضة المصرية وفي النادي الأهلي، وصاحب تاريخ طويل جدا من العطاء داخل النادي الأهلي، وله رحمه الله قيمة كبيرة جدا عند كل من يحب وينتمي إلى هذا الكيان العريق. نجومنا الشباب المتميز اللي بنتمنى لهم مستقبل كبير إن شاء الله في هذا اللقاء في الأهلي الليلة، كانوا حريصين على أنه يكون مشروع التخرج الخاص بهم هم في بدء حياتهم العملية وفي مشروع تخرجهم في كلية الإعلام، أن يكون هذا الفيلم القصير اللي عنونوه حارس، حارس بالسين، خدوا الاسم وغيروا فيه تغيير بسيط لرسالة هم قصدوها وحنعرفها من خلال هذا الحوار. اسمحوا لي قبل ما نتابع مع حضراتكم هذا الفيلم القصير اللي مدته حوالي 8 دقايق ان انا اعرف وارحب بضيوفنا في الاستوديو، في استوديو الاهلي الليله، معانا من الشباب المتميز احمد كارم، هو صاحب الفكره ومخرج هذا الفيلم. اهلا بيك يا احمد، وسعداء بوجودك معانا النهارده، ونتمنى تكون بدايه موفقه لمشوار عمل ناجح ان شاء الله. ونرحب ايضا بصالح النواوي مدير التصوير في هذا الفيلم، اهلا بيك يا صالح وسعداء بمشاركتك معانا النهارده. خلونا نبدا مع ضيوفنا الشباب المتميز من خريجي كليه الاعلام ومن الاعلاميين اللي بيبداوا طريقهم العملي، وان شاء الله يكون مستقبل كبير ويكون عملهم اضافه للمجال الاعلامي في مصر ان شاء الله في اي مجال يتخصصوا فيه. ونبدا مع حضراتكم كمان بمتابعه هذا الفيلم القصير. بعتذر يا عم حارس وسامحني، لانه انا حصل عندي خلط في الامور بينك وبين زميل تاني، يعني توفى قريبا وتوفاه الله قريبا وربنا يرحمه، وربنا يديك الصحه واشوفك دايما في اتم صحه، وكمان زود الانطباع ده عندي فكره التكريم والفيلم الجميل ده، لانه قلما نكرم اصحاب العطاء الحقيقي في اي مكان في حياتهم، ودايما بيبقى التكريم بعد الوفاه، فالحاله كلها اديتني هذا الانطباع، وبعتذر لك مره ثانيه، ويا رب اشوفك دايما في اتم صحه وعافيه ان شاء الله. الفيلم مميز جدا، انا بحييكم باسم اعتقد كل مشاهدينا اللي شافوا هذا العمل واكيد اسعدهم. خلينا نبدا بهذا الفيلم القصير 8 دقائق عن عم حارث بعنوان حارس، ازاي جات لك الفكره او ايه اللي دفعك للقيام بهذا العمل؟ الفكره اول حاجه كان ان انا في الكليه عندنا مشاريع بنعملها في مواد عامه، يعني انا ده مشروع تخرجي في سنه رابعه بتعمل، بس قبلها بسنه ونص اعتقد سنتين كمان كان في مشروع مطلوب مني، وكنت برضو بدور على حاجه اعملها عن النادي الاهلي. انا يعني انا متربي جوه النادي، يعني انا كاحمد متربي جوه النادي، فكنت بدور على حاجه اعملها ليها علاقه بالاهلي، حاجه لها شخصيه، حاجه كاركترستيك عن النادي الاهلي، حاجه ليها طابع النادي الاهلي بالظبط. كانت فكرة الاول ما كانش ليها علاقه بعم حارس، بس جيت قعدت مع نفسي وقلت لا، يعني الراجل ده يعتبر تميمه، يعني احنا بنشوف بره بيبقى كل فريق عنده تميمه خاصه بيه كده، كده يعتبر عم حارس يعتبر تميمه النادي الاهلي. ف الاعضاء بعض اعضاء النادي بيقولوا انت بقيت نجم شباك بالظبط، والمشجعين بيحبوا يتصوروا معاك وحارسين، واسمه طبعا دايما مرتبط بكل حاجه خاصه بالكوره في النادي بالظبط. فانا من هنا بقى انا قلت خلاص احنا هنخلي الفيلم ده هيبقى مشروع تخرجي عشان يبقى فيه حتى اهتمام بيه اكبر، وهيبقى طبعا يعني اديله بقى حقه بقى بالظبط على قد ما يستحق يعني عم حارس.
وعشان كده اتعمل الفيلم ومن هنا جات الفكره ان اعمل مشروع تخرجي. يعني عرفنا ان التسهيلات عشان التصوير وتنفيذ العمل كان فيها تعاون وتنسيق بينكم وبين اداره الاعلام في النادي بقياده استاذ جمال جبر وزملائنا في المركز الاعلامي. يا ريت تكلمنا شويه صالح عن ده، ازاي رتبتوا العمل وحصلتوا على كل الموافقات الخاصه بيه لتسهيل مهمتكم؟ بص، هو يعني انا بالنسبه لي كنت انا كمدير تصوير كنت ببقى محتاج مساحة، لان انا مش هقدر ان انا اصور في حاجة في حتة بسرعة اجري، ولازم اخد راحتي ولازم اظبط الكادر مظبوط. فكان دايما كارم، كان كارم ولا احمد كارم، كارم انا بقول له كارم على طول، كان بينسق مع الإدارة، كان بصراحة بدون مجاملة والله كان في استجابة من الإدارة وتسهيل بسرعة جدا، يعني جمال والمركز الإعلامي كانت بتبقى بسرعة جدا، وده شيء كان حلو جدا. استجابة الأعضاء يعني نفسهم كانت إيه؟ عايز أعرف منك وحرجع لكارم كمان، كانت استجابة الأعضاء ما عرفوا إن الفيلم ده عن عم حارز ده بقى ده كان شيء لطيف قوي، لأن أنا كان دايما يعني وإحنا ماشيين فكنا بنبقى في إحنا الشوتس بتاعتنا كانت بيتكلم وهو ماشي مش وهو قاعد بيتكلم، فلا لا ده كان الناس كل ما تشوفه تسلم عليه، يعني كل شوت دي احنا ما كناش متفقين عليها، الناس هي كانت بتخش قدام الكاميرا تسلم عليه. لما بعد في شوت كنا بناخدها مع انترفيوز مع الاعضاء، لا كانوا على طول عن حارس يتكلم، يعني الناس كلها عارفاه ولا كانه نجم فعلا شباك، يعني كان الناس عايزه تشارك في الفيلم ده سعداء بان انت هيلي عشان هو شخصيه لطيفه، يعني هو محبوب ما شاء الله في النادي، الناس كلها بتحبه سواء مسؤولين في النادي او اعضاء او الجماهير. طب خلونا نسمع كمان راي الاستاذه سحر عبد الرحمن نائب رئيس تحرير صحيفه الاهرام والمشرفه على مشروع التخرج اللي انجزوا طبعا ضيوفنا الشباب المتميز احمد كارم وصالح النواوي. استاذه سحر مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير، اهلا بك يا استاذه سحر، وبنتكلم مع ضيوفنا الشباب المتميز ومشروع التخرج. حضرتك رايك ايه في الفكره نفسها انهم قرروا يعملوا الفيلم التسجيلي، او هل كان في تشاور معاكي قبل بدء مرحله التنفيذ نفسها لاختيار موضوع الفيلم او الفكره؟ بص، الاول يعني انا بشكرك جدا الحقيقه على انك انت يعني لقيت الشباب الجميل دولت وكرمتهم بانك انت عرضت جزء من شغل هم عملوه، تعبوا فيه تعب كبير جدا. هم طبعا زي ما انت حضرتك شايفهم كده طلبه متميزين جدا جدا، وهم النهارده خريجين وناس مهمه وبتشتغل وكل واحد ليه بصمته في اللي هو بيعمله. هم الحقيقه كانوا عرض طبعا عليا الفكره عشان خاطر مشروع التخرج بتاعهم، وطبعا حضرتك عارف كانت اخر سنه وكان لازم طبعا يعملوا فكرة مهمة جدا وشغل كويس عشان خاطر ياخدوا درجة كويسة ويتخرجوا ويشرفونا أكيد في كل حتة. فكانت طبعا الفكرة جميلة جدا وفيها كده إنسانية وفيها حب وفيها انتماء وفيها يعني كان فيها دفء جامد جدا وفيها شغل كبير جدا في قوي على فكرة الموضوع. أنا شفت أكتر من بعد في الفيلم يا أستاذة سحر، شفت البعد الفني نفسه، البعد اللي حضرتك بتتكلمي عنه الإنساني والاجتماعي وطابع الأفلام الوثائقية أو التسجيلية والأفلام القصيرة عموما، وكمان جزء مرتبط قوي بشخصية النادي الأهلي، الأمرين دول واضحين قوي في الفيلم. ده صحيح، وبعدين هم طبعا زي ما حضرتك شايف هم يعني اهلاويه ايه حتى النخاع، يعني هم طبعا النادي الاهلي ده بالنسبه لهم يعني عشق غير طبيعي. وعم حارس ده كان برضو كان حاله، هو شايفين ان يعني الانسان الجميل ده هو حاله بحد ذاتها وشيء مهم جدا برضو، يعني ما يعني لا ينتقص ابدا من اهميه النادي الاهلي ومن حب الناس للنادي الاهلي في حاله عظيمه وجميله زي عم حارس دي. الحقيقه هم متحمسين جدا للفكره لما قعدنا اتفقنا، وانا الحقيقه لقيتهم يعني هم ما فيش حاجه مخليين انهم تضيف ليهم، يعني ما شاء الله شاطرين وكانوا عارفين بيعملوا ايه وبيعملوا الشغل دوت كان بحب شديد جدا، وزي ما قلت لحضرتك هم فعلا كان في مجهود كبير جدا عشان كمان يصوروا وكان والمشروع يطلع بهذا الشكل، وخدوا على فكره عليه امتياز، بس عشان برضو ايه حضرتك تبقى عارف تعرف قد ايه هم خدوا امتياز، درجه اتخرجوا بامتياز على كانت موجوده بتقيم الشغل، كانوا قد ايه كمان فرحانين بيهم ومبسوطين بيهم جدا. بشكرك. انا عايزه اقوله الحقيقه
اتفضلي يا استاذه. مهم جدا ان احنا واحنا بنعمل الشغل الوثائقي دوت ان احنا نركز على الجوانب الانسانيه اللي هي بقت للاسف لحد كبير مش موجوده وغايبه عننا. يعني شوف فكره زي ديت النهارده، يعني هم ممكن على فكره يقدموها في مهرجانات مهمه وياخدوا عليها جوائز، لانه اي حاجه بتتكلم على الانسان وبتتكلم على تكريم الانسان وعلى المحبه وعلى لما الانسان بيشتغل حاجه وبيحبها وبيخلص ليها وبيكون بيهتم ليها بهذا الشكل بتبقى له مكانه خاصه جدا في المكان اللي هو فيه للمجتمع وللشباب ولكل الناس اللي هي بتشتغل عشان تحب شغلها وتنجح فيه وتبني كل الحاجات الكويسه اللي هي بتعمله. مهما كانت المهمه بسيطه يا استاذه سحر، ازاي الرساله ان احنا نوصل للناس ان اللي بيحب عمله ويقوم بعمله ومهمته باتقان، كانت مهمه معقده جدا او بسيطه جدا، بيحقق نجاح كبير جدا ويبقى نجم بشكل او اخر في المكان اللي هو فيه. ده صحيح. ويعني زي ما انا قلت لحضرتك، يعني هم مثلا ما استسهلوش وراحوا مثلا قالوا ممكن مثلا يجيبوا نجم كل الناس بتحبه ولا لا، هم جابوا يعني حاله هي كمان حاله جميله ومتفرده وبتدي زي ما حضرتك قلت بتدي مثل وقدوه لكل الناس ان انت لما تشتغل وتعمل حاجه بحب هتلاقي كل الناس بتتكلم عنك وكل الناس بتحبك وكل الناس بتكرمك، وده الحقيقه اللي ظهر كمان في ان هم حتى جابوا يعني لعيبه النادي الاهلي الكبار وعلى مدار اجيال كثيره وكلهم كانوا ازاي بيحبوه وشايفين ان هو يعني دعامه مهمه جدا وحاجه وده انعكس على استجابه كل الاطراف اللي دعوها للمشاركه. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا على مشاركتك معنا استاذه سحر عبد الرحمن نائب رئيس تحرير صحيفه الاهرام والمشرفه على مشروع التخرج او فيلم حارس. هرجع للمخرج الشاب احمد كارم، قول لنا الفكره كانت هل اتفقتوا بسهوله على فكره تغيير الاسم واستخدام اسم حارس، ولا يعني الموضوع كنتم متفقين عليه ولا وحصل خلاف عليه نستخدم اسمه الحقيقي ولا استخدمت الرمز في الاسم ده؟ بالنسبه للاسم هو انا يعني انا كان الاسم ده يعني اخر حاجه تقريبا اتفقنا عليها، يعني احنا وانا بخلص الفيلم وبخلص الاخر، يعني تقريبا كان الفيلم خلص مونتاج ومستنين بقى هل هنحط الاسم حارس ولا حارث ولا اتناقشت مع كذا حد. احنا يعني انا طبعا المشروع ده مش عامله لوحدي طبعا، ولا لو صالح بس في زمايلنا تاني يعني، وانا عايز برضه بالظبط، وفي ناس تاني كمان مش موجودين في الصوره يعني. فاتناقشت مع كذا حد وتوصلنا ان هي حارس انا رمزيه اكتر، يعني انا ليها معنى، وانا لو كنت استخدمت اسمه يعني برضو كل الناس عارفاه، يعني كل الناس عارفاه، لكن حارس المعنى اللي المعنى عايز توصله الشخصيه اللي بتقدمها في الفيلم ده بيبينها اكتر اسم حارس. هو 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 حارس ل ل ل ل لمبدا من مبادئ الاهلي ان هو انت هتشتغل في شغلانتك كويس، الناس هتحبك، الناس هتعرفك، الجمهور هيحبك، هتنجح وده احنا بنشوفه في امثله كتير في النادي الاهلي. هل في اي مشكلات؟ ايه اصعب مشكله واجهتك في التنفيذ مع احمد طبعا مع فريق العام؟ اصعب مشكله قابلتها؟ بص هو انا مشكله فنيه، هو انا كنت يعني انا كنت في الحته التكنيكال، يعني هم كانوا دايما بيتناقشوا في كل حاجه وانا مش السكريبت ايه الحوارات اللي هتتم مين انا ليه علاقه بتكلم على الشغل الفني على شغل إيه اصعب حاجه واجهتك في التنفيذ؟ اصعب حاجه كانت عن عم حارس تلقائي جدا، تلقائي يعني ففعلا بيبقى مثلا حركاتهم يعني انفعالاته ممكن مش عارف اتوقعها، فاهم؟ ففي الحركه معاه نفسها متابعته بالظبط. فلو حضرتك خدت بالك في اول جزء من الفيلم كانت الكاميرا مش سموث، كانت كاميرا شيكي شويه، فدي اصلا كانت برضو مشكله. انت هنا ماشي وراه بتشتغل شولدر بتتحرك معاه ساعتها معنا. انا كان عندنا مشكله تكنيكال ان الاستبلايزر معانا ما كانش شغال، فساعتها كارم قال لي تمام تعالى نشوط بالكاميرا هاند هيل كده، ودي فعلا ضافت للفيلم ان هو اصلا دي شخصيته، فالكاميرا في حركه الكاميرا. انا بكلمك كمان في اجهزه قديمه شولدر، خلاص الموضوع اتغير وحاجات كاميرات حاجات ثانيه. انا بجد بنتكلم في حاجه بس مجرد قدام العين كده. فهو دي كلمنا ايام ما ابتديت شغل بقى الكاميرات وقتها الدنيا بتتغير بسرعه. فهي كانت مناسبه مع محارس وبس. انا بالنسبه لي البروجكت ما كانش صعب، يعني انا اصلا دايما بحب اشتغل مشاريع التخرج دي عشان كنت دايما بطور نفسي فيها،
فبالتالي لا البروجكت كان لذيذ جدا. وعلى فكره انا مش كروي، انا مش انا لما ببقى عايز اسال حاجه اسال كارم، ببقى عايز اعرف حاجه واسال بابا معلومه عن اللي انت شايفه ما اعرفش مين اللي واقف معاه مين اللاعب ده. انا ما اعرفش انا لكن عم حارس كنت عارفه عشان كان فيه في الاعلانات اللي كان عاملها قبل كده، فانا ما اعرفش. فبالتالي انا في البروجكت ده خلاني كده حاسس ان انا لا حلو الموضوع. هل هنشوف شغل تاني؟ البروجكت ده ممكن يقربكوا اكتر ونشوف منك شغل تاني مع النادي الاهلي في الفتره الجايه وحاجات كتير تشوفوها وتقدموها للمشاهد من جوه النادي؟ انا كنت بصور الأهلي. حاجه بس يعني كانت حاجه يعني كشغل، كنت بصور حاجه مع في ماتش للنادي الاهلي ساعتها على فكره قابلت عم حارس افتكرني مصدق انور افتكرني. عجبني قوي السكه دي، يعني انا حاسس ان انا عايز اشتغل فيها. ممكن يبقى بروفيشنال، ممكن تحترف المجال ده وانك تشتغل فيه افلام كتير. انا شايف كوره ورياضه لذيذ، عارف ان هو ما يبانش عليا رياضه. لا ملهاش علاقه، الراجل ممكن تقدم صوره رائعه جدا يعني. وبعدين في رياضات بتحتاج بعض القوه والاوزان. طيب نعرف من المخرج احمد كارم، هل عم حارس واضح ان كان في سهوله شديده جدا في استجابته للي انتوا عايزينه؟ يعني مجرد بتقولوه هتسلم على الناس بيتحرك، ما بتقولولوش سكريبت ولا نص معين، بتطلبوا منه انه يبقى موجود في مشهد معين او في كورنر معين، واضح ان هو بيتعامل بتلقائيه شديده جدا، ما كانش تعبكم يعني في حاجه. هو احنا تقريبا ما خدناش وقت معاه يعني من ساعه ما كلمناه وخدنا الموافقه من كابتن سيد كمدير الكوره. قعدت معاه قعده انا وزميله ليا فاطمه، قعدنا معاه قعده اتكلمنا في كل حاجه بقى، واتكلمنا كتير يعني سجلنا كلام كتير وكتير، وبناء عليها حطيت بقى سكريبت مبدئي كده لنفسي، انا هقول له اعمل كذا اعمل كذا وكذا. يومها الراجل كان مستنيه من 7 الصبح، يعني هو اصلا بيروح النادي الساعه 6 الصبح يعني. كمان بروح من 5 يعني بيروح من 6 الصبح ويروح بيته 9، يعني تفني غريب يعني. كان مستنيني ورحت له عم حارس احنا هنعمل كذا، ماشي هنعمل هنمشي من هنا هنعمل كذا هنتكلم على كذا الاول، هناخد احنا يعني مقسمين الفيلم يعني بمراحل، يعني كنا نتكلم عليه هو والناس رايه ونظره الناس ليه الاول، وبعد كده ابتدينا نتكلم عن اللي هو الاعلانات بقى اللي هو يعني كان حاجه فاني كده اللي هو خدها بهزار يعني. ظهوره بقى كان نجم في الاعلانات بقى ونجح الاعلانات. لا وكلم عن قيم النادي الاهلي وعن بطولات النادي الاهلي، وكلم عن النادي الاهلي ما يعني ما فيش موسم انت بتطلع منه من غير بطوله، لو خسر البطوله دي يبقى في بديل للبطوله الثانيه. والجزء الاخير اللي هو كان بتاع النادي هو بقى الخاص بالنادي الاهلي بقى، ورؤيه عم حارس للانجازات بتاعت النادي الاهلي. فاحنا الموضوع كان ماشي يعني بسلاسه شديده، الناس في النادي بصراحه كانوا مساعديننا جدا. وانا عايز اشكر برضه استاذ جمال جبر ان هو فعلا يعني ساعدني في اول حاجه من ساعه التصريح لتصريح دخول المعدات. واضح ان في اكتر من اداره تعاونت معاكم في الاهلي، يعني بنتكلم عن مركز الاعلامي استاذ جمال جبر والمجموعه فريق العمل في المركز الاعلامي، كابتن سيد كمدير كوره عشان الامور الخاصه بالتصوير مع لاعبين او اذن التصوير في ملعب الكوره او في التدريبات بالظبط، واداره الامن كمان انه كان في برضه ناس من الامن. بالتأكيد في شق يعني خاص بالامن والاداره العامه للنادي، يعني موافقات يعني من المدير التنفيذي وقطاع الامن بالظبط. كل ده وبصراحه استاذ جمال جبر يعني سهل فيه كتير، والناس اللي معاه في المركز الاعلامي يعني سهلوا. احنا كمان كان عندنا مشكله تكنيكال كده، رحت استعنت بيهم برضو هناك. يعني الحمد لله حاجه طلعت احمد ممكن تحترف يعني. والمجال ده الافلام القصيره والوثائقيه الافلام التسجيليه في مجال الرياضه والكوره والنشاط ده في مصر الفتره الاخيره فيه اهتمام بيه اكتر، في فضائيات اكتر، في برامج اكتر، في نجوم اكتر بتتجه للعمل في المجال ده، هل ده ممكن يستهويك ويستهوي صالح وبعض الكوادر من زملائكم في انكم تاخدوا ده كمجال احترافي او بروفيشنال لشغلكم؟ انا عن نفسي انا حبيت ده، يعني انا عملت 2 دوكيومنتريز مثلا بس او في فتره الدراسه او 2 ومنه يعني والفيلم ده. الموضوع تصوري ليه قول لي اذا كان صح ولا غلط ان انت هتبقى حابب جدا تعمل حاجه فيها اجواء الملعب والاستاد والاصوات والصوت والمدرجات انا الشغل ده. انا بما اني اهلاوي يعني من الصغر بالظبط، فانا يعني حابب ده جدا. انا لو جات لي فرصه ان انا اعمل فيلم تاني عن الاهلي جوه الاهلي برضو، اعمل فيلم تاني عن جماهير الاهلي، اعمل فيلم تاني عن الفريق، اعمل فيلم مستحيل اقول لا يعني اولا فرصه ليا طبعا، وهكون بعمل حاجه بحبها، واهم حاجه ان انت تعمل حاجه بتحبها. يعني تتمنى في الفتره الجايه نشوفك مع صالح ومع مجموعه العمل وزملائك انكم تساهموا في بشكل او اخر باعمال ولو صغيره جدا في المساحه الزمنيه لتوثق كل مراحل نجاحات النادي الاهلي اللي جايه ان شاء الله. انا اتمنى ده جدا، يعني لو في فرصه لده فانا
فانا مش هقول لا يعني. اتمنى ان يستعينوا بيكم، واضح انكم شباب متميز، وقالت استاذه سحر انكم وفقتوا وحصلتوا على درجه الامتياز كمان في مشروع التخرج. ونشوف ده في مصر، يبقى في شباب اكتر بيقدم لنا حاجات برؤيه مختلفه وفيها طابع كمان شخصيتهم مؤثره فيه ان شاء الله. حابب تقول حاجه للجمهور او للمشاهدين عن الفيلم ده او عن عم حارس او عن انا بس حابب انا بس حابب اشكر الناس اللي كانوا معايا في الفيلم. فاطمه، مي، مريم، سلمى، وهند، ومارينا، لانهم فعلا يعني انا ادوني مساحه، هي الفكره فكرتي، فادوني مساحه ان انا انفذ حاجه انا عايزها، وكل كلهم عملوا شغلهم على اكمل وجه، وادوني مساحه ان انا اعمل فكره وحاجه بحبها. وده كان مشروع التخرج للمجموعه، للمجموعه كلنا، للتيم ده كله. بالظبط. وطبعا اشكر عميد الكليه دكتور هشام عطيه ودكتور سحر طبعا وشفت الفيلم، واستاذ ايمن بدره رئيس القناه السابق، لان هو برده كان معايا ساعتها وكلمته وسهل لي حاجات كتير برده. بس وحابب اشكر استاذ ايمن بدره الناقد الرياضي المعروف من فريق العمل وفريق الاداره في القناه، من الكوادر اللي بنعتز بيها هنا في القناه بالظبط. وبس انا حابب اقول ان فعلا الراجل ده يستحق ان هو يتكرم، وان هو يستحق الشهره اللي هو فيها، لان هو راجل طيب جدا، تلقائي جدا، الناس فعلا بتحبه بجد. يعني انا احنا شفنا يعني مثلا اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، اللقطه بتاعت اللي كانت مع ازارو دي احنا مش متفق عليها طبعا، يعني مش ده حاجه، دي تعاملاتهم اليوميه معاه يعني. وفي لقطه ثانيه ماشي مع الحارس الشناوي، في لقطه ثانيه بتمشى في ملعب في الباك جراوند مروان محسن، يعني في كادرات مميزه. بلس التعامل برضو مع نجومنا المعتزلين، كابتن احنا شفنا كابتن زكريا ناصف، زكريا ناصف الكلام ايوه، كابتن شريف عبد المنعم، من الشخصيات الجميله اللي ظهرت في الفيلم ده طبعا بالزبط. كابتن زكريا فهو ايقونه يعني، وانا انا انا مبسوط ان انا تعرفت عليه، انا كنت طبعا بسمع عنه من وانا طفل في النادي، ومبسوط ان انا تعرفت عليه فعلا يعني، وقربت منه بشكل كده وعرفته على الحقيقه يعني. صالح، قبل ما وقتنا ينتهي، حابب تقول اي حاجه عن العمل نفسه او عن تجربتك مع زملائك او عن مرحله التنفيذ او لعم حارس او للنادي الاهلي؟ انا انبسطت جدا، وحتى يعني انا كنت مع كارم بعض، افتكر بقى السهره كان بيجي لي البيت نقعد نمنتج بالساعات، وبشكر البقسماط اللي كنا بنقعد ناكله عشان بيصبرنا. بيشكرك صبرنا على اللي بيحصل. بس والله الحمد لله انا مبسوط يعني من التجربه، ومبسوط ان الفيدباك بتاعها لطيف، و يعني انا بالنسبه لي يعني كان بحب دايما يبقى احسن، يعني اطلع صوره احسن، بس يعني دي اكسبيرينس حلوه ومبسوط بيها ان شاء الله. تتكرر النجاحات دي وتقدموا لنا اعمال متميزه اكتر مرتبطه بالنادي الاهلي وبالوسط الرياضي ومجال كره القدم في مصر، وكل الشخصيات كمان اللي لها تاريخها واللي جذورها مرتبطه جدا بالكيان الكبير والناجح ده زي عم حارس ان شاء الله. بشكرك صالح النواوي مدير التصوير في فيلم حارس، شكرا جزيلا، وسعداء بوجودك معانا النهارده على شاشه قناه الاهلي. وبشكر كمان الشاب المتميز مخرج وصاحب فكره الفيلم احمد كارم، بشكرك شكرا جزيلا احمد، واسعدتونا بوجودكم معانا. مشاهدينا ابقوا معنا، بشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار وهذه الفقره، ولكن فقراتنا مستمره ومتواصله من خلال الاهلي الليله. بعد الفاصل هتلتقوا مع متابعه الرياضات الاخرى مع زميلي العزيز الكابتن خالد العاضي، وضيوف النهارده في الاهلي الليله الكابتن طارق خيري والكابتن احمد الجرحي، وحديث خاص جدا عن كره السله ونجاحات كره السله، وايضا تحديات كره السله ومستقبلها ان شاء الله في النادي الاهلي. فاصل ونعود. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بعد ما استمتعنا مع زميلي العزيز محمد الجندي ولقائه مع الشباب عن الفيلم التسجيلي عن عم حارس وأحد علامات النادي بصراحة من زمان متواجد في النادي، وكابتن شريف الخشاب حديث عن كرة القدم، هنخش على الألعاب الأخرى في النادي الأهلي. هنبدأ بأخبارنا النهاردة. أخبارنا النهاردة كابتن مروة عيد. كابتن مروة عيد أحد نجوم وكابتن النادي الأهلي ونجمة منتخب مصر سابقا، وهي دلوقتي كابتن نادي نيس في فرنسا، أصيبت في مباراة مع نادي نانت، كان الجولة الـ 12 مع نادي نانت. هو كابتن مروة بتلعب في نادي نيس ثالث الدوري الفرنسي، ونانت كان خامس الدوري. الدوري ده دوري قوي جدا، دوري ابطال العالم، هم فرنسا بطل العالم وفرنسا بطل اوروبا وفرنسا في الاولمبيات متواجده، يعني
دوري قوي، هو رقم واحد في العالم تقريبا. مروه خرجت بعد دقيقه تقريبا 15 16 الشوط الثاني، كان فرقتها كسبانه نادي نانت 7 جوان. الماتش خلص كام؟ 22-21، فرق جون واحد. مروه عيد تعمل فرق 6 جوان مع فرقتها. مروه احنا بنتمنى لها طبعا الشفاء العاجل، ان شاء الله هيتعرض يوم الثلاثاء اللي جاي على الدكتور او طقم دكاتره، هيتعرض عليها يوم الثلاثاء باذن الله. باذن الله نتمنى ان هي ما توصلش العمليه، لان لو وصلت العمليه هتقعد تقريبا شهرين، شهر ونص، شهرين بعيد عن الملاعب. نتمنى لها الشفاء العاجل ونتمنى لها العوده سريعا، لانها عندها امنيه في حياتها، هي قالتها هنا نفسها تلعب دوري ابطال اوروبا، هي ثالث الدوري. ومروه، وجود مروه فريق نادي نيس، يا كابتن نادي نيس، يوصلوا لتاني الدوري او اول الدوري. كل امنياتنا طيبه يا مروه، ان شاء الله باذن الله تقومي بالسلامه في اسرع وقت. تاني بطل عندنا او تاني خبر كمان، كابتن مصطفى عسل نجمنا اللي قدر يكسب بطوله بريطانيا المفتوحه في تحت 19 سنه لسه كسبها، كسب نيكول وول الانجليزي على ارضه في وسط جماهيره. المباراه استغرقت 38 دقيقه، كسب 3-1، كسب 11-4 و11-7، وخسر الشوط الثالث 11-4، لكن قدر يعوض في الشوط الرابع 11-5 وفاز ببطوله بريطانيا المفتوحه. مصطفى عسل ما شاء الله عليه ماشي في اطار كويس جدا، كسب اولمبياد في الارجنتين شباب وبطولات كثيره لمصطفى عسل، ان شاء الله قريبا هيكون يتوج من داخل العشرة او داخل الخمسة على العالم. هنروح لاخر خبر النهاردة معانا، سيدات الاهلي لكرة السلة كسبوا نادي مصر للتأمين، كسبوا 92-72، تالت جولة في بطولة السوبر في السيدات. كان اول جولة نادي الاهلي خسر من نادي هليوبلس، لكن قدر يعوض الجولة التانية وفاز على مصر التأمين بفارق 20 بونت. هو ده النادي الاهلي، هي دي سيدات النادي الاهلي اللي احنا كلنا عارفينها وعاهدين عليها وحاطين عليها امال كتيره، ان شاء الله تحقق رباعيه الموسم ده باذن الله. تعالوا نروح لتقرير عن مباراه الاهلي ومصر للتامين في كره السله سيدات، وترجعوا لنا نستقبل نجمين كبار، نجمين لسه كسبانين، المدير الفني ورئيس الجهاز كابتن طارق خيري المدير الفني لكره السله رجال، وكابتن احمد الجرحي مدير فني 16 سنه ناشئين في النادي الاهلي والفوز بدوري المرتبط. اهم حاجه في الحوار هنتكلم على كل إيجاباتهم وهنتكلم على كل السلبيات من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الجماهير. هتروحوا التقرير وترجعوا لنا مرة تانية. المباراة النهاردة مباراة يعني ملخصة كده هجوميا كويس، 92 بوينتس ده حاجة كويسة، معدل كويس بالنسبة للبنات أو معدلنا يعني على أرضنا. الجيم اللي فات برضو كنا جايبين 96 بونت مع الصيد، لكن دفاعيا مش مبسوط، 72 بونت كتير علينا في الأربع كوارتر. برضو كالعادة يعني حاسين إن احنا نكسب في أي وقت، الناس ما بتدافعش في السيستم اللي متعودين عليه، البريشر مش عالي، الريتم الجيم وتيمبو الجيم مش على الوضع المطلوب او المناسب، فبالتالي اللي بنسمح ان الناس تاخد اوبن شوت او بتجري علينا في الفاست بريك، فده اللي جه خلاها 72 بونت. لكن عندنا حاجات ايجابيه زي حبيبه محمد مواليد 2002 من 18 سنه، اول سنه 18، ملك هشام 2002 اول سنه 18، النهارده بحييهم ادوا بشكل كويس دفاعيا، دفعوا كويس وظهروا بشكل كويس، ده اهم من المكسب. المباراه هو مكسب البنتين الصغيرين، احنا فرقه بندافع، احنا عندنا اجريسيف ديفنس لازم نصر عليه ولازم نبقى هو ده رتمنا، هو ده في كل الجيمات، مش شرط ان ادافع في المباريات الفاصله او الحاسمه بس، لا احنا عايزين ندافع في كل المباريات سواء فول كورت او هاف كورت او بنرجع في الزون، لازم يعني يتعودوا البنات شويه بشويه ان شاء الله، يتعودوا ان هم نحترم كل الفرق ونحترم شغلنا الاخر الدوري، هو ده اللي انا بطلبه منهم، لازم نادي بنفس القوه ونفس الريتم طول المباريات، ما ينفعش مباراه ناديها بشكل دفاعي كويس جدا ومباراه نريح فيها فممكن نتخطف او يعني السكور يقرب بعد كده، فمش بحب كده يعني، بحب ان هم يلعبوا على طول
بريتم ويحترموا الفرق المنافسه. لكن عندنا اصابات، غياب هاله وغياب رنا عبد الظاهر وغياب جنه وهيبه، عندنا اربع لعيبه مهمين ومؤثرين غايبين، فالحمد لله هم في مرحله التاهيل دلوقتي. في ال 25 يوم دول هنرجع ناهلهم، بالاضافه الى البنات، في عندنا ست لاعبات منضمين لمنتخب لمعسكر منتخب مصر، ففي باقي اللعيبه مع الاثنين بتوع 13 سنه هنرجع تاني نعمل فتره اعداد صغيره ان شاء الله، عشان الناس تبقى ماشيه متوازيين، بتوع المنتخب يكونوا متمرنوا، والفرقه هنا ان شاء الله تكون جاهزه على نفس الليفل او نفس الريت، فنبتدي نرجع تاني نخش الجيم وحدتين او ثلاثه في الاسبوع اللي بيها بدنيا نقدر نعمل، مع بالاضافه اللي هنعمل في خلال 25 يوم ثلاث مباريات وديه ان شاء الله. الحمد لله فرقه مصر التامين فرقه كويسه، بس احنا عملنا جيم كويس، كان ممكن السكور يطلع اكتر من كده، بس يعني الحمد لله. هنبص بقى ان شاء الله للماتشات الجايه، في ماتشات كتير، عندها شمس ان شاء الله، عندها سموحه، سبورتنج، دول هيبقوا مهمين جدا ان شاء الله في الدوري. يعني هو 72 بوينت كتير، احنا دايما كابتن ايهاب بيبقى عايز الفرقه اللي قدامنا تجيب سكور اقل، بس الغلطات دي كلها تتصلح في الماتشات ان شاء الله المهمه اللي بعد كده. الاسبوع اللي فات كله كان تمارين، اهم تعليماته ان احنا دايما كابتن ايهاب مش بيتكلم خالص على الاوفنس، بيتكلم ان احنا لازم نعمل ديفنس عشان نعرف نكسب اي فرقه. طبعا ده شرف كبير قوي، انا بقى في نادي الاهلي وكمان متصاعده وانزل الماتش ده. طبعا الماتش ده حاجه برده مهمه قوي لينا، عشان انا رايح 20 يوم، فكنا عايزين نختم الماتش ده كويس. كابتن ايهاب هو يعني اللي كان بيساعدني ان انا اتمرن معاهم وينزلني، وكان بيديني ثقه وكده، يقول لي العبي من غير ما تخافي والعبي بثقه وكانك واحده منهم وان انت مش اوحش من اي حد. ممكن يكون عدم تركيز شويه مننا، ممكن نكون برده يعني ما اديناش الماتش مثلا حقه اكتر، الناس مش جايه مركزه برده، عارفين امتحانات دلوقتي كده، بس يعني احنا حاسين ان احنا قصرنا في الماتش ده، والمفروض ان هو كان يبقى تارجت اقل من كده، بس الحمد لله كان عندنا تارجت ان تبقى هم يجيبوا اقل، واحنا طبعا نوصل لاكتر من كده، بس يعني الحمد لله. طبعا احنا استعدينا، طبعا احنا بنتمرن من الماتش اللي فات، ما خدناش تقريبا اجازه. طبعا التعليمات اهم حاجه، الديفنس، نشوف بعض، الفاست بريك، نشوف نسبتنا لازم تعلى عشان احنا على ملعبنا. يعني في كانت في تعليمات كتير في الاجتماع كمان قبل الماتش. هو احنا يعني لحد دلوقتي لسه مش عارفين، لان طبعا في منتخب، احنا لسه مش عارفين مين هيروح المنتخب ومين هيقعد، بس طبعا هو كابتن هيبقى قايل لنا ان يعني حتى اللي هيتبقى هنا او اللي هيروح المنتخب هيبقى في فتره اعداد جامده، كان نبتدي السيزون من الاول وجديد. بعد ما شفنا تقرير عن كرة السلة سيدات هنروح لكرة السلة رجال. بصراحة شديدة أنا كنت لعيب في النادي الأهلي وعارف كرة السلة في النادي الأهلي. نتكلم بكل أمانة وكل موضوعية، إحنا أبطال. لكن ما كناش الحالة اللي حاصلة في آخر سنوات في كرة السلة حالة مختلفة عن حالة زمان. مع احترامنا لكل الأجيال، كلهم أجيال مشرفة للنادي الأهلي، لكن الحال حصلت إن الباسكت يبتدي يقرب ويكسب سوبر وكأس مصر وكأس أفريقيا ودوري مرتبط في آخر أربع خمس سنين تقريبا في النادي الأهلي. هي دي الحاله اللي حصلت. خلينا نرحب بضيوفنا اللي يعني انا بعتز بصداقته بره الملعب خالص، وحد جميل جدا، وهو المدير الفني كابتن طارق خيري، مدير فني كره السله رجال بالنادي الاهلي. كابتن طارق مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، وحشني جدا والله. منورنا. نورك. بجد والله. سعيد ان انت معايا النهارده، وسعيد ان انت قلت لي قبل الحلقه خالد اتكلم في كل حاجه. انا سعيد ان حضرتك في بيتنا في قناه النادي الاهلي. مساء طارق، ربنا يكرمك. ومعايا نجم مش صاعد، هو برضو ابن نادي الاهلي، بس هو يعني نقول عليه موهبه في التدريب، وطالع مش هقول بسرعه الصاروخ عشان ما نحسدوش، بس هو فعلا طالع بسرعه الصاروخ، كابتن احمد الجرحي. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا كابتن خالد؟ نور. لا مبسوط ان حضرتك النهارده. انا سعيد جدا جدا بيكو النهارده معايا، بس خلونا نطلع تقرير عن كره السله، هنسمع بيقول ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. نجح الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري في حصد لقب دوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي، بعد تغلبه على نظير الاتحاد السكندري في نهائي البطولة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. تدين سلة الأهلي لفريق المرتبط تحت 16 سنة الذي يقوده فنيا أحمد الجرحي، الذي نجح في الفوز مع فريقه في كل لقاءاته بالبطولة ذهابا وإيابا.
المارد الأحمر نجح في عبور العديد من المطبات الصعبة خلال مشوار البطولة، فنجح في قلب تأخره بعد الخسارة من نظيره الأوليمبي سكندري في كبرى المفاجآت على صالة الأمير عبدالله الفيصل ليفوز عليه في عقر داره بالأسكندرية، وذلك ضمن إطار دور 16، ثم الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بعد فوز المرتبط تحت 16 سنة باللقاءين وفوز الفريق الأول بالمواجهة الأولى، قبل أن يستفيق الشياطين الحمر ويهزم سبورتينج ليصعدوا للمباراة النهائية التي نجحوا فيها في الفوز على سيد البلد في مواجهة كان يتوقع متابعو كرة السلة أن تنتهي لصالح الاتحاد السكندري بسهولة نظرا لما يمتلكه الفريق من لاعبين مميزين ومدير فني قدير، لكن روح الفانلة الحمراء تجسدت في لقاء الذهاب لينجح رجال الأهلي في الفوز باللقاء، ثم يأتي الدور على أبناء الجرح ليسطر التاريخ بالفوز على مرتبط الاتحاد ليحسم الأهلي اللقب دون النظر لنتيجة مباراة الرجال. الأهلي بعد فوزه باللقب رفع رصيده للقب رقم 5 في دوري المرتبط بفارق لقبين فقط عن الاتحاد السكندري صاحب 7 ألقاب. هنيئا للأهلي برجاله، هنيئا للأهلي بشبابه في كرة السلة. نأمل في أن تكون هذه البطولة باكورة لحصد بطولات العام الجديد التي ستكون المنافسة فيها على أشدها. بعد ما شفنا تقرير عن كرة السلة رجال والفرحة بدوري المرتبط، خلينا نبدأ مع كابتن طارق خيري صديق العزيز وهو المدير الفني لكرة السلة رجال بنادي الأهلي. كابتن طارق، صراحة عملت حالة مختلفة في النادي الأهلي، خلينا أقول الحق، أنت دخلت 12 بطولة كسبت ما شاء الله 7 وخسرنا 5، والنادي الأهلي مش هقول لك موجود على خريطة لكن كان بينافس بشدة في السنوات السابقة، لكن لما جه طارق خيري عمل حالة، عملت الحالة دي ازاي يا كابتن طارق؟ والله الكلمة دي كبيرة جدا، الحالة دي احنا 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 كلنا عملنا حالة، يعني انا دايما ما بنسيبش حاجة للشخص، احنا كجهاز كلنا عملنا حالة. الجهاز بتاعنا انت عارف اسلام وشريف ودول اقرب الناس ليا طبعا من زمان، يعني قعدنا في الاول خالص بنتكلم السلبيات اللي عندنا والايجابيات وامنياتنا ايه، من ساعه ما التارجت يعني عايزين نحطه لنفسينا، احنا كنا بنتعامل ازاي، ايه الحاجه الكويسه اللي تخلي اللعيب يلعب وهو مبسوط ان تقدر توصله ان هو ينافس بقوه، عايز تشيل الجزء السلبي ان انت دايما بتنافس وما بتحققش، دايما حته ان الفرقه الثانيه اجمد منك دي انت بتكسرها، زي بطوله افريقيا كنا قعدنا شهر واحمد كان عايش في القصه دي ان احنا ازاي نكسر انجولا. نفس القصه في الدوري المصري هنا، انت بتلعب انت مش احسن فرقه، والفرقتنا كانت اول سنه مسكنا فيها كانت فرقتنا المفروض الناس كلها كانت بنسبه 80% رابع خامس في الموسم دوت، احنا كنا بنخسر الحاجز ده، يعني ايه رابع خامس؟ انت في الاخر 5-5 الدنيا كلها انك بتغير منتاليتي الدماغ، لا انا داخل انافس، وده اصلا المفروض ان النادي الاهلي كده، بس عشان الباسكت دايما كان بيبقى بعيد عن المنافسه دايما، انت مش عايز اقول الروح تيجي لحد النهائي وتلاقي نفسك انت بتروح واقع اما ما تقدرش تكمل للاخر، ده كان جزء مهم جدا. الجزء الثاني احنا ما قدرش الواحد يتكلم عليه عن نفسه، جزء فني ان انت تقدر تخلي الولاد تحط سيستم الولاد يقدروا يبدعوا فيه ويتاقلموا عليه، يبقى حتى كل واحد يقدر يطلع الطاقه اللي جواه، ما تخليش الفرقه واقفه على نجم واحد لوحده، رغم ان انا عندي المفروض في نجوم بس بنحاول على قد ما نقدر تبقى جوه منظومه. دي كلها عوامل ادت في الاخر مع الجزء بقى الفني اذا كان هجومي او دفاعي انك توصل للمرحله دي. منافسه الباسكت هي اقوى منافسه في الفرق الجماعيه. خلينا نتكلم مش هاند بول عنده فرقتين ثلاثه، لكن الطاير عنده فرقتين ثلاثه، لكن الباسكت عنده 7-8 فرق، المنافسه بتختلف. اشمعنى الباسكت من وجهه نظرك اللي هو شد حلو قوي كده؟ الانديه كلها مهتمه بالباسكت زي ما مهتمه بالكوره، عدد اللعيبه اللي في الباسكت مميزين في كل الانديه كتير، فبتقدر تعمل لك فريق قوي، انت عندك المنافسه ما فيش حد خد دوري السوبر سنتين ورا بعض،
في خلال العشر سنين اللي فاتوا. دائما هتلاقي اللي في متغيرين يعني. قطاعات الناشئين في الانديه الاخرى مميزه. في اربع خمس انديه بيعرفوا يشتروا او يبقى عندهم لعيبه قطاع ناشئين كويسين ويقدر يجيب اثنين ثلاثه لعيبه سوبر او محترف كويس بينافس. فطول عمرها طول عمر المنافسه قويه من زمان. انا ما اعرفش اسبابها ايه. انا دايما عكس مش عايز نقلل من المنافسه بين في الطايره وفي اليد. انما طول عمر الباسكت من ساعه ما لعبنا هو المنافسه قويه. هو المنافسه قويه. كابتن الجرحي ما اقول لك كنت لعيب كويس قوي بس ما كانش بصراحه ما كانش عندك حظ في النادي الاهلي. يعني كان في مشاكل كان في اصابات كان في حاجات متكرره. كان في كابتن كان في كابتن طارق. لكن حظ وحش. حظ وحش. لا حظ وحش طبعا لما تطلع في وسط نجم وهو واخد المكان بتاعه. ورايا اسلام كمان يعني هو كان كابتن طارق وكابتن اسلام يمكن اصحابك دلوقتي في التدريب. طبعا كان واحد بتوعي. لكن خلينا نقول ان انت كمدرب سطرت اسمك من ذهب زي الناس يقولوا والناس كلها بتقول ما شاء الله ثلاث سنين ما شاء الله بطولات ورا بعض مفيش خساره الماتش. حققت المعادله الصعبه دي ازاي لفرقتك؟ والله انا لما اشتغلت في قطاع الناشئين كنت لو كنت اشتغل مساعد لكابتن سيد في الدرجه الاولى. كابتن طارق جه قال لي انا عايزك تشتغل معايا في المرتبط. كويس. كنت نازل قطاع ناشئين وانا يعني مش عارف اي حاجه. لا مش عارف اي حاجه يعني مش ما اعرفش الولاد ما اعرفش حجم المنافسه ما اعرفش. فبدانا نشتغل اجتهدت على قد ما قدرت مع الاولاد. والولاد بصراحه اول جيل مسكته كانوا هم الصغيرين في السنه يعني كان جيل 2000 2001 بس كان فرقتي 20 لعيب. من ال 20 لعيب في 17 لعيب مواليد 2001 يعني هم طالعين لسه من 14 سنه صغيرين. فكان كلها تجربه بيني وبينهم. احنا لاعب جيل اكبر مننا اجتهدوا عملنا ماتشات كويسه جدا. كسبنا كل دوري مرتبط ما عدا ماتش واحد يعني خسرنا ماتش واحد لعبنا 19 ماتش خسرنا ماتش كسبنا 18. بس كنت متاكد من الشغل بتاع السنه دي ان السنه اللي بعديها ان شاء الله يعني ما حدش هيقدر يقف قصادنا. السنه اللي بعديها قدرنا بقى الحمد لله ان احنا نكسب دوري مرتبط بالكامل. كان بعديها على طول يعني كان الفريق الاول بيلعب بطوله افريقيا وفاز بيها. كان خارج مجهد كسب الماتشات اللي تقدر تدينا كتوتال بوينتس مع بعض ان احنا ناخد دوري مرتبط. كان بماتش فاصل مع سبورتنج وكانت فرحه كبيره. فكنا دايما نعمل مقارنات ما بين الجيل دايما نخلي الاجيال تغير من بعض نقول لهم الجيل اللي قبليكم عمل وعمل وعمل بدون هزيمه. فدايما بتبقى فتره اعداد قويه ماتشات وديه قويه نبدا نخش على ماتشات الدوري المرتبط واحده واحده البطوله كل دور بنفصله عن الدور اللي قبليه لغايه ما بنوصل للتارجت اللي احنا عايزينه والحمد لله وبنقدر ناخد البطوله في الاخر. وده اللي حصل برده السنه دي مع الجيل ده. كابتن طارق بعد مكسبك بطوله افريقيا رفعت سقف الطموح لكل النادي مش للباسكت بس لكل النادي. يعني كل الناس حط املها جامد جدا على كره السله. ده ضغط ايجابي عليك ولا بيحصل ايه؟ بحس ان انت في الماتشات بتكون يعني شايل حمل جامد على اكتافك وانت واقف بصراحه. والسوبر وكاسات هو اللي بيشتغل يعني ما شاء الله اللي بيشتغل في النادي الاهلي هو محطوط تحت البريشر دوت ان انت لازم تكسب. مفيش حاجه اسمها مركز تاني وانت اعلى مننا بالكلام دوت. لا بعد السوبر مش بعد افريقيا. انا في الاول كان السوبر ده كانش حد متوقع ان تكسب السوبر. بدات الناس تكلمنا ان احنا الطموحات بقى اللي احنا عايزين سقف الطموح افريقيا بالظبط. فربنا كرم وكسبناها. ومش عايز اقول لك ان كان في اتنين بس ممكن يبقوا المتفائلين ان احنا ناخد افريقيا. انا وهاني عبد المنعم يعني انا وبس. الباقي كله كابتن هاني عبد المنعم ليه في حياتك باع؟ يعني انا اعرفه على المعرفه الشخصيه فدايما يقول لي لا انا يعني كابتن طارق ليكوا علاقه شخصيه واضحه جدا. ابويا الروحي انا فعلا حقيقه انا مسميه ابويا الحاج عبد. هاني هو اول واحد كلمني قبل كابتن عاضي شرف وقبل كابتن نبيل بخيت ان انا اجي النادي الاهلي وانا في الزقازيق. ده الكلام ده في 91 وانت لسه لعيب. وانا لسه لعيب. فهو اول واحد كلمني وقعد يزن ان انا اجي النادي الاهلي. وقعد وبعد ما جيت النادي الاهلي انا مغترب فهو كمان قريب مني قوي ان هو محتاج ايه محتاج حاجه. لعبت معايا لعبنا سنين كتير كتير منتخب ونادي ما شاء الله مع بعض. فليه طبعا اقرب الناس ليا في المجال الرياضي يعني. فنرجع لسقف الطموحات. انت بعد افريقيا طبعا دي الناس كلها بدات تكلمك ان خلاص الاهلي بينافس هيكسب كل حاجه. بينسوا ان احنا ان في فرق بتنافسك في نفس الوقت.
احنا بالنسبه لنا انا اتعلمت في النادي الاهلي كده بعيد حتى عن افريقيا، فبدايه الموسم نقعد احنا كجهاز احنا عايزين ايه السنه دي، هنعملها ازاي، ونقعد مع ننقل الكلام ده للعيبه ان احنا النادي الاهلي لا يقبل بان 1 2 3 4، وخصوصا ان انت مجلس اداره مش مؤثر معاك في حاجه. انا عايز فلان المتاح لينا بنقدر نجيبه. يعني بنعرض على النشاط الرياضي كابتن رؤوف مشكورا بصراحه، اي حاجه بنعرضها بيقدر يجيب لنا عليها موافقه. كل حاجه طلبناها السنه دي بامانه والله ما مجامله، اللي احنا كل حاجه طلبناها السنه دي السنه اللي فاتت مجلس الاداره حققها لنا. اللعيبه عندنا جزء بس في جزء سلبي شويه، ان انت يعني انت عايز تكسب كل حاجه، بيجي وقت غصب عنك انت القائمه بتاعتنا 14 لعيب، يجي لك اصابتين او ثلاثه تقال ياثروا في اي فرق، يعني اي لعيب او اي اثنين لعيبه مميزين في اي نادي مهما كان قوته ياثروا عليه بشكل كبير. دي من الحاجات اللي خلينا ما قدرناش ننافس في الاربع بطولات اللي احنا خسرناه، الاثنين دوري واثنين كاس. كان دايما عندي تلاقي ابراهيم الجمال سبرين انكل مع اثنين لعيبه، دي كان بيحصل دروب غصب عننا احنا كجهاز فني. فدي اكتر حاجه يعني نقدر نعملها. يعني شايف بعد ما كسبنا افريقيا النظام اتغير، حظوظنا ايه في افريقيا الجاي؟ خلاص مرتبط خلص والناس فرحت وحضرتك فرحت، عايزين نبص اللي جاي. عندنا بطوله افريقيا الناس بتتارجت كابتن طارق خيري بفرقته، بتتارجت فرقه النادي الاهلي ان هي تكسب بطوله افريقيا. شايف النظام القديم احسن ولا النظام الجديد احسن ولا رايك ايه؟ والله احنا ما فكرناش فيها، احنا حسبناها ان هي بطوله افريقيا، نفس الفرق على النظام القديم، هي نفس الفرق في النظام الجديد. ممكن تقل شويه المنافسه في ايه، ان انت الفاينل بقى فاينل فور اربعه في اللي يوصل الفاينل اربع فرق. النظام القديم ممكن من مميزاته ان انت ممكن لا قدر الله لو وقعت في جيم تقدر تلحق، ان انت عندك مجموعتين ست فرق، تقدر لو قدر الله وخسرت جيم تقدر تعوض الجيم اللي بعديه. الدور اللي جاي مفيش الكلام ده، انت عندك دور ال 16 اول وتاني، الثمانيه ماتش رايح جاي لازم تكسب. الفاينل فور اكيد الاربع فرق اللي جايين ما فيهمش فرقه متوسطه، مستحيل انسحاب. فشايف دي صعوبتها. شايف حظوظنا ايه في او شايف اللي هنترجت فين باذن الله؟ المنافسه ان شاء الله زي بطوله الاهلي موجود. طبعا هو المنافسه ان شاء الله في دور الاربعه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن جرحي في اول السنه جالك عرض مهم جدا من يسموح، كان الفرقه الكبيره اعتقد، الفرقه ما كانتش فرقه صغيره مظبوط؟ لا كان نفس ما اللي انا موجود فيه في نادي الاهلي نفس يعني لا كان هبقى مساعد في الدرجه الاولى زي ما في الاهلي نفس وضعك بالظبط. ومدرب المرتبط كان فلوسه احسن بس قعدت في النادي الاهلي ليه؟ يعني هو ما حدش يقدر يقول النادي الاهلي لا، يعني ما حدش مش هتقدر تقول النادي الاهلي لا. العرض كان مغري يعني عرض مالي طبعًا. قوي طبعا اتفضل. فما هو اي حد من اولاد النادي عشان يطلع بره النادي لازم بيكون النوادي الثانيه بتدي لك مميزات مختلفه، بس بترجع في الاخر برضو دايما حبك للنادي مع كلمتين من هنا كلمتين من هنا بتبدا. وكان الرفض يعني جاي بدايه من كابتن طارق على راس الجهاز للنشاط الرياضي لمجلس الاداره، فحسيت فعلا ان الناس ايه حابه ان انا ابقى موجود. وبصراحه يعني بعد ما دوري مرتبط خلص حسيت ان ربنا عمل لي الخير، لان ممكن يعني ان انا مش موجود في النادي ما كنتش حقق يعني بصرف النظر ان النادي حقق، بس برضو تتحسب ان الواحد حقق ثلاث سنين ورا بعض مع النادي بطوله، فدي بصراحه اهم من الفلوس، اهم من اي ميزه تانية غير البطوله. والبطوله جوه النادي الاهلي بيبقى ليها طعم تاني خالص، يعني انت تكسب في النادي الاهلي طبعا. يعني ابرك ما بتكسب 50 بطوله بره النادي الاهلي الحقيقه. قدام الاتحاد السكندري حصل لك مواقف كثيره في الماتش، كانت صعبه، لعيبه بتصاب، استبعادات، انت سخن على الحكم، يعني صراحه كان المحللين هنا قالوا لي ان الحكم شويه جه على النادي الاهلي، لكن نبعد على التحكيم. كان الماتش ده انا حاسس ان انت مش احمد الجرح بتاع كل ماتش، كان عليك ضغوط جامده جدا على الماتش ده عشان تخلص الدوري مظبوط؟ بالظبط. عملت ازاي مع الموقف ده مع لعيبه عندها 16 سنه؟ هو في الاول الحكمين بصراحه انا كان منهم كل احترام وانا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، وهم يعني ممكن يكونوا مش موفقين في قرارات في اول الماتش بس اثرت علينا. كان عندنا لعيب مسافر قبل البطوله، كان لعيب مهم جه قال لنا ان هو مسافر قبل البطوله باسبوع وكان لازم يسافر بسبب ظروف اسريه. سيف السعيد لعيب مهم جدا المعداوي
لا ده احمد خالد مرتجي. احمد خالد مرتجي تمام. ده ابن لا 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 تشابه اسماء. تشابه اسماء بس عشان الناس تبقى عارفه. انت عارف على طول بالقطو على طول خالد. وهو اسمه احمد هو اسمه برضو احمد خالد مرتجي. ما انا بقول لك يعني يلقطوها فيقولوا ده المهندس خالد مرتجي بس احنا بنقول ان ده مش ابن المهندس خالد مرتجي ده تشابه اسماء. اتفضل. وسيف السعيد لعيب مهم جدا جاله يعني زي خلع في الصابونه في بدايه الماتش وده لعيب مهم جدا عندنا. ودودو البوينت جارد اللي صانع العاب الاساسي اتطرد في نص الماتش. مرتجي انت بتتعامل معاه خلاص ان انت يعني داخل الماتش وعارف ظروفك ايه لكن المتغيرات اللي جوه الماتش دي هي كانت اصعب حاجه. الحقيقه في لعيبه يعني يوسف كان عندك مشكله فيه لما حصل المشكله دي يوسف بالذات لان انا حسيت بعد الماتش اللعيبه كلها حوالين يوسف حد مهم سيف. جدا سيف سوري انا اسف سيف انا اسف طبعا سيف دوره مهم جدا ممكن سيف يعني ممكن لو حد قاعد بيتفرج على الماتش ما يلفتش نظره قوي بس ليه سيف ليه دور خصوصا دور دفاعي مهم جدا جدا واثر في الفوز في اليوم اللي قبليه على طول الاتحاد لما كسبنا فرق 17 بونت وكان ليه دور كبير ممكن ما حدش يحس الدور ده غيرنا بقى يعني احنا مدربين حاسين بدوره فطبعا منظر ركبته كان صعب جدا في الملعب بس في لعيبه الحمد لله اللي نزلت ادت وشارت الفرقه عندي مؤمن في الفتره دي في الاخيره شال الفرقه على اكتافه مؤمن طارق خيري مؤمن طارق خيري لسه بيتكلم عليك بيبو برده بيبو علاء زهران بيبو علاء زهران بيبو كان شهرين في الجبس ما لعبش ولا ماتش ودي ما لعبش تقسيمه معانا حطيته في السكور شيت هو عنده من اللعيبه اللي عندها شخصيه يعني حتى لو تحس ان هو عنده ثقه في نفسه فانا كنت محتاج في الوقت ده لعيب بالمواصفات دي انه عنده وفعلا هو تقريبا قطع الكوره اللي غيرت مجرى الجيم اللي هو حطها باسكت خد وان مور لمت مؤمن شاطه 3 بونت طلعنا 6 بونت في اقل من 20 ثانيه اتعاملت مع الموقف الماتش الاولاني كنت انت ما شاء الله ليدنج من اول الماتش ماشي مظبوط مش زي الماتش الثاني الماتش الثاني كانت حادث اسكندري اعتقد لغايه الكوارتر الثالث كان ماشي بيتعامل مع الولاد ازاي قلت لهم ايه بين الشوطين بين الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث لا ده انا قبل بين الشوطين ده في الاوتيل يعني انا بصراحه لما جينا نجتمع يوم بقى يوم الماتش بالليل انا يعني انا قعدت اجتمعت معاهم وجي كابتن مصطفى الشافعي كابتن فريق درجه اولى جه كابتن مودي جرحي جه كابتن طارق غنام ثلاثه من كبار الفرقه اتكلموا على الولاد ودي يعني انا ممكن هي دي اديتهم دفعه معنويه كويسه بس حطت عليهم ضغوطات بانت اول الجيم ان هم مضغوطين في اول الجيم في كور سهله بتضيع في حاجات مش مستوانا يعني عشان كده اتحط علينا في الاول بين الشوطين اتكلمنا ان احنا انا قلت لهم مالكمش دعوه بالحكام احنا هنطلع بره الاوضه دي اعتبروا انكم بتلعبوا ضد الاتحاد الحكام ضدكم كل الظروف ضدكم لازم النادي الاهلي ياخد الدوري في الماتش ده احنا وعدنا كل الناس ان احنا هنروح عشان نكسب الماتش ده وماتش الدرجه الاولى ان شاء الله يبقى تحصيل حاصل ما شاء الله وده اللي حصل وده اللي حصل هل ضغط الكلام على الولاد هو ده اللي اثر على اول مستوى ليهم في اول 2 كوارتر هم احساسهم بالمسؤوليه طبعا احساسهم بالمسؤوليه وجود بقى كابتن طارق كابتن اسلام كابتن شريف موجودين مع الفرقه هم شايفين مدربين كبار مركزه معاهم الجمهور كله مركز معاهم طبعا كله بيتابع السوشيال ميديا طبعاً فيسبوك طبعاً. فشايفين ان شاء الله مرتبط يخلص بكره الضغط ضغط عليهم زائد ظروف حصلت جوه الماتش وان هم يقدروا يكسبوا الماتش ده بالظروف دي كلها لا هم رجاله جدا وبصراحه الواحد يعني يشيلهم فوق دماغه لبقيه الموسم بس خلاص يعني خلصت البطوله لازم يركزوا على الجديد كابتن طارق دعمت الفرقه بخمس لاعبين السنه دي كويس خش مش هنتكلم على التدعيمات لكن هل انت شايف من وجهه نظرك ممكن تحتاج صفقات ناس ثانيه لعيبه ثانيه ممكن تدعم ثاني ولا لا بدون ذكر اسماء يعني بص احنا بس موضوع التعاقدات ده عشان في ناس كتير قوي بتتكلم فيه من الجمهور مش عارفين احنا اتفضل ما بنقدرش نتعاقد الا مع لعيب يكون عقده منتهي كويس احنا عندنا في حاجه حق رعايه كانت الاول 28 سنه بقت دلوقتي 26 سنه يعني لازم عشان تبدا تتفاوض مع لعيب بيكون حق الرعايه بتاعه انتهى او تقدر تدفع القيمه الماليه بتاعته قبل حق الرعايه تعاقدات احنا دايما النادي الاهلي دايما طول ما انت بتتفرج وفي المجال انت بتشوف الاحسن لو في حد ممكن في خلال السنه مش الكيمياء بتاعتك او الاسلوب بتاعه في اللعب مش راكب على السيستم اللي عندك بتدور على بديل دي 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 ورده ما نقدرش نحددها دلوقتي لان احنا عندنا موسم طويل انما دي ورده طبعا في شغلنا تغيير اللعيب الامريكاني كان مشكله مع انك انت كنت المختار الاولاني كان في مشكله ولا انت من وجهه نظرك ايه اللي حصل هو كان جاي عنده مميزات وعنده عيب كويس انا طبعا ما فيش حد بيجي لك بالفلوس او بالرينج اللي عندنا في مصر سوبر ستار لازم انت عنده حاجات لازم انت تكملها له اللي جاي عندنا ده لعيب سكوره حتى ده الاول ولا تاني كابتن الاولاني اتفضل تمام
الهلال ده مميزاته عنده نسب ميديم شوت عاليه جدا، عنده 3.70% جامب نط، يعني عنده جود جامبنج باور، ملتزم جدا سلوكه حتى مع المدربين اللي سالنا عليهم في الدوريات كلها كويس جدا. اللعيب الوحيد اللي كان عنده ان هو راجل مش دفاعي مش قوي، وان ان وان ضعيف، وسيستم ديفنس جماعي ضعيف. انا كنت عارف دي وكنا قلنا احنا اللي هنمرن، لان مفيش حد مفيش امريكاني 100% ما يعرفش مش هيجي من NBA، لا ممكن ما يبقى مكسل او هو مش عايز، هو عايز يهاجم بس. فاحنا قلنا ان احنا لا احنا هنجبره يدافع. لما جه لعب معانا هنا اول بطوله ليه كانت معانا تصفيات المنطقه الخمسه، احسن لعيب في البطوله حصل، يعني واخد احسن لعيب في البطوله. انا بطبيعي حتى لما بجيب محترف حتى اللي موجود معانا دلوقتي ما بلعبوش 25 دقيقه، لان انا اوريدي عندي تيم. انا مش هجيب واحد العب 40 دقيقه ونموت اللي حواليه او ما يلعبوش فتره طويله. فكان الفتره اللي حصل فيها دروب من بعد تنزانيا او من بعد الحريري، هو عمل 3 4 ماتشات فيهم دروب عالي جدا، كانش مركز، مش عايز يستجيب لاي نوع من انواع السيستم الدفاعي. كان عامل لي مشكله في الموضوع دوت. دي الفتره اللي فكرنا نغيره قبل بدايه دوري السوبر او قبل ماتش الزمالك بصفه خاصه. لما جالنا الجديد دوت هو نفس المميزات، مع بس انه تالنت يقدر يلعب في سيستم وبيدافع كويس وعنده نفس المميزات، ملتزم محترم. محترم يعني ايه؟ الاجانب دايما بيجوا ليهم ممكن يعني يشرب، ممكن حاجات اللي هي حاجات خاصه بيهم، مش حاجات خاصه مش مشكله فيها خالص. الحمد لله رب العالمين ملتزمين، لا في الحاجات دي ملتزمين جدا، مع الاختلاف ان هو دفاعيا كويس جدا وده علانه جدا في يعني هو له دور كبير مع الفرقه في الفتره القليله دفاعيا، والنسب بتاعته الميديم شوت بصراحه في ماتش الاتحاد السكندري كان عامل او واحد من العوامل عندك او ورقه رابحه في الماتش بتاع الاتحاد السكندري. دي حقيقه في مش الاتحاد بس، سبورتنج وزمالك ده اللي انا شفته. لا ماتش زمالك عامل جيم كويس قوي، اول ماتش ليه ماتش سبورتنج الثاني اكسلنت. هو اخر 10 بونت في دقيقتين في اخر 5 دقائق، هو اللي جاب 10 بونت ورا بعض. وماتش الاتحاد الاولاني، ماتش الاتحاد الاولاني كابتن احمد بتشتغل شغلانتين او اثنين، ليك وظيفتين، وظيفه مدير فني 16 سنه ومدرب مساعد للدرجه الاولى، ايهما اصعب وايهما افضل ولماذا؟ ايهما اصعب؟ الناشئين طبعا اصعب، لان الناشئين انت لعيب يعني في مرحله ان انت مرحله منافسه ومرحله تكوين، زي يعني لسه بيتعلم. اللعيب الدرجه الاولى خلاص لعيب يعني امكانياته باينه، بتحاول ان انت ايه يعني زي ما الكوتش بيحط السيستم اللي انت بتشتغل بيه، فانت بتشتغل اللي هو عايزه. بتساعد في الدرجه الاولى، الكوتش حاطط التمرينه بحاطط الفلسفه بتاعته، انت بتشتغل ايه من خلاله. فموضوع اسهل، لكن في الناشئين الموضوع اصعب. ممكن بيبقى فيه متعه بقى احسن يعني بالنسبه لي طبعا، لان انت بتبقى ايه، انت ساعتها صاحب القرار ايه، ان انت جوه الماتش، فبتحس ايه ان انت بتشتغل بنفسك، صاحب قرارك، صاحب قرارك. لكن في الدرجه الاولى طبعا الراي الاول والاخير بقى كابتن طارق، بيستشيرنا سواء انا او سواء كابتن اسلام، لكن هو طبعا بياخد القرار في الاخر، لان هو اللي عايش على الخط، هو رقم واحد بالظبط، هو اللي عايش على الخط، هو المسؤول عن الفرقه دي بالظبط. فالاثنين بس بصراحه جوه دوري مرتبط ما تحسش ان في فرقه وفرقه، يعني هو العمل كله جماعي، تحس ان انت بتخلص الماتش الساعتين بتوع مرتبط مستني فرقه كبيره توصل بالاتوبيس تخش اوضه اللبس تخش، يعني انت بتبقى حاسس ان هو ماتش واحد، انتوا حلو الباسكت انا بقول انت حاسس ان هو ماتش واحد بالظبط. ففرقه بتيجي فبنبقى نفسنا ان هم يبقوا جايين فرحانين ان احنا كسبانين، دي اول حاجه، عشان نبدا ان شاء الله ان احنا نخلص ماتش الدرجه الاولى يبقى احنا كده الحمد لله كسبنا. ودي برضو للناس كلها قعدت تعاتب ان احنا في ماتشات خسرناها في الدرجه الاولى، ودي كانت سبب اصابتنا، وان لازم الكوتش يريح اللعيبه. ممكن يكون مش طبع النادي الاهلي ان انت ما تلعبش، لو ماتش ودي هتلعب عشان تكسب. وممكن بنعتذر للناس ان احنا خسرنا ماتشات زي ماتش من الزمالك او ماتش الاتحاد الاخير، بس ده مش بايدينا، انت عندك تارجت تاني، عندك بطوله افريقيا، مش معقول هدوس على لعيب عنده يعني شد بسيط اخليه يبقى مزق وانا كمان اسبوعين ثلاثه هلعب بطوله افريقيا، فاضحي بالماتش اللي ملوش اي لازمه قصاد ان انا عندي تارجت تاني اهم اللي هو بطوله افريقيا او بطوله دوري السوبر. فممكن لو الجاهزيه البدنيه للعيبه كانت احسن طبعا كنا هنقاتل على كل ماتش، واحنا فعلا كنا بنقاتل، بس امكانياتك بقى الاصابات مع الغيابات مع انك لازم تحط اثنين في السكور شيت من الناشئين في الدرجه الاولى خليتك انك تحسب كل ده على بعض عشان تقدر انك تكمل بقيه الموسم. مش هينفع العب شهر كويس وبقيه في بقى وقت حاسم اللي هو فعلا من شهر واحد لشهر اربعه، ده كل البطولات فيه
كاس دوري افريقيا، فكان لازم تبقى انت ايه محافظ على لعيبتك حتى لو هتضحي بماتش تحصيل حاصل. ده احنا كمان عايز اكمل عليه. احنا كنا زمان بيتقال لنا واحنا بنلعب بلعب ماتش صغير اكسب بسكور كبير عشان الفرق الثانيه تعرف ان فرقه الاهلي جامده في الاخر. المحصله في الاخر انت ما بتكسبش. احنا عكسين. انا لا، انا يهمني في الاخر المحصله. انا النادي بيحاسبني على تارجت على طوله، فده انا حاسبها كده. حتى لو الكلام ده ممكن بيبقى شكلنا مش لطيف او مش كويس، لا عيب وبتاع، بس في الاخر انت محقق بطوله. انا بحسبها كده. لما لعبت ماتش الاتحاد السكندري الثاني، الجماهير النادي الاهلي في كل الالعاب لا ترضى الا بالمكسب. لعبت ماتش الاتحاد السكندري الثاني وخسرنا ماتش، لكن كسبنا البطوله. انا عارف انت كسبت بطوله قبليها وده التارجت اللي حضرتك بتقول عليه، بس الجماهير مش عايزه ده. الجماهير عايز دايما المكسب. في مناوشات بين كابتن طارق خيري والجماهير، شايفها ازاي؟ انا ما بدخلش على المواقع، ما بقاش عارف السوشيال ميديا. انت بره الموضوع. من بعد دوري المرتبط اللي كسبناه بعد افريقيا، من ساعه ما شتموا اللعيبه انا ما بتخش على المواقع تماما، لان الناس دي يعني واحد كسبان افريقيا وكسبان مرتبط وبتشتمه او بتغلط فيه زعلان. طبعا انا ما بخش. بيقولوا لي بقى يعني حد يقول له ما تقوليش حتى بكويس او بوحش، ما بتقوليش. انا الموضوع يعني تبقى كسبان السنه اللي فاتت الدوري مرتبط وكاس، وتلاقي الناس بتبقى كسبان زمالك في نفس اليوم بتاع الزمالك. انا صدمت الناس بتقطع فينا. كسبان زمالك. كابتن خيري، بصراحه العمليه دي ضغط الجماهير اللي بيقول عليه او تشجيع الجماهير ايا كان، طبعا احنا قله ادب لا نرضاها لاي حد اكيد يعني، لكن الكلام ده ليه اثر سلبي على اللعيبه عندك؟ وانا بحذره وحذرتهم كتير قوي، ما حدش يدخل يتعامل او يرد او يقرا. يعني خلي دايما قرايتك نهايه الموسم. في الاخر خلاص بقى، انت راجل ما حققتش استحمل. انت راجل حققت حقك تخش تتفرج او تسمع او تشوف. انا دايما بحذر لعيبتي من الكلام ده لان بيأثر عليا. انا عندي لعيبه بتتشتم وهيحصل ايه عندي. كابتن طارق الغنام قال في بعد ماتش السوبر، قال للجماهير كلمه يعني سمعته بالراحه علينا او خفوا علينا حاجه زي كده. عايزينهم يبقى لهم دور ايجابي مع الفرقه لحد نهايه الموسم. تقول لهم ايه بصراحه وانت كده اول مره وجها لوجه؟ لا انا بالعكس، احنا اتعلمنا في النادي ان احنا بنلعب علشان خاطر نسعد الجمهور. قبل ما تسعد نفسك وتسعد مجلس الاداره وتسعد نشاط رياضي وتسعد جهازك، انت في الاخر بتلعب عشان الجمهور. ال 60 مليون بتوع النادي ده اكيد كلنا كنا عايشين المرحله دي، كلنا احنا لعبنا ايامنا كان في جمهور. اتمنى او يعني روم كلمه من القلب يا طارق كده بصراحه، يعني خليكم جنبينا لحد نهايه الموسم. وبعدين في نهايه الموسم حاسبونا زي ما انتم عايزين. قبل النادي ما يحاسبنا، انما يعني لازم دايما الانديه كده. انا لو لا قدر الله عندي دروب، مين اللي هيشيلني؟ جماهير. ده حقيقة. هو اللي هيرجعني. احنا كسبنا افريقيا ازاي؟ بجماهير. ده احنا مش عايزين نقول احنا دورنا الفني ودورنا انك تزلزل موضوع ان انجولا دي هي اللي متسيده افريقيا بصراحة، وتقعد تشتغل على الكلام ده. مفاجاه كبيره بالنسبه لي شخصيا. يعني انت كسبت 9-8 ماتشات من 8 في افريقيا، ما خسرتش جيم، وانت مش اجمد فرقه. بعدها تتشتم او ناس تقول فلان وفلان ليه؟ ليه؟ انا مش لاقي سبب. دايما النهايه، انا اتعلمت كده في النهايه حاسبني. تمام، اتعلمنا كده يعني. اتفضل كابتن طارق خيري بيقول خليكم ايجابيين. من الاخر لازم نقف جنب فرقنا، لازم ما نغلطش في فرقنا. صدقوني انا كمش مذيع النهارده بقول لكم كلاعب، لو اللعيبه اتضغط عليها كمان ممكن هي ما تاديش، تتضايق. الدقيقه دي مش هتفرحكم. احنا عايزين النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي تفرحنا في كل الالعاب. عايزين نحاسب، مش هقول نحاسب اخر السيزون برضه، احنا لازم نقف جنب النادي الاهلي ونقف جنب لعيبه النادي الاهلي في اي لعبه. احنا بنشجع النادي الاهلي. دخل فيها مقارنات اللعيبه من اللعيبه كمان، بس اللعيبه بتحس او اللعيبه بتقرا اكتر من المدربين. لما يجي مثلا انت النادي الاهلي بقالك من 3 بطولات بتاخد 2 كويس، في انديه ثانيه جماهيريه ما بتاخدش حاجه. تلاقي الجمهور بيشجع المدرب واللعيبه. انت العكس، كسبان ومفيش مش مرضي يعني. فدي بخليها اللعيبه، طب واحنا ليه؟ لا احنا نتمنى ان هم يبقوا معانا لنهايه الموسم. واحنا كويسين، احنا هم فوق راسنا من فوق، وده انهم ليهم دور كبير في القصه دي اكيد. واحنا عايزينهم هم معانا واحنا وحشين، واحنا عندنا دروب. واللعيبه بتزعل فعلا، لان يعني حضرتك لما تيجي تشوف تاريخ النادي في الباسكت، عندنا حوالي 4-5 جوه الفرقه موجودين دلوقتي. لو هنقول النادي الاهلي واخد 4 دوري مرتبط، ال4-5 دول واخدين ال4 دوري مرتبط ما شاء الله. لو قلنا النادي الاهلي واخد 5 دوري عام، هم واخدين من الخمسه، ال4 دول واخدين، في منهم واخد 4 زي كابتن طارق غنام، وفي باقي واخدين 3. لو هنقول كاس مصر واخدين 10، هم واخدين 7 منهم ما شاء الله. فاللعيبه اللي جوه الفرقه في 4-5 سواء طارق، شفعي، الجمال، مودي،
دي لعيبة. رسالتك يعني الى جماهير الاهلي بحكم حبهم الكبير ليك تقول لهم ايه؟ يعني عارف انت يعني جماهيري انا واحد منهم في ماتشات الكوره يعني انا ممكن اللي بيتضايق منه لعيبه انا ممكن في جوه ماتش كوره لعيب يغلط غصب عنك ممكن يخرج من بقك ايه اي كلام فانت نرفزه نرفزه وقتيه كويس. لكن لما اقعد بنفسي بقى بعد الماتش واقعد اكتب اهين في اللعيب او اقول له حاجه دي بقى حاجه يعني ممنهجه او حاجه انت مش يعني بتضايق بيها اللعيب بتاعك اللي انت اصلا اللي هو لو وحش انا معاك ان هو وحش انت عايز تزقه حتى لو وحش نقف جنبه دي مش هتزقه تمام. انت ممكن تحسسه بتأنيب الضمير ممكن تحسسه ان لازم تبقى احسن لازم تحسسه بقيمة التيشيرت لازم تحسسه بس ما تهنوش يعني انا شفت بوستات للعيبة بعينها عندنا في الفرقة يعني بتعمل بوست اللعيب بتهزقه طب دي يعني اللعيب ده ليه اهله وليه اخوات وليه زوجه فيعني مش ممكن اهين اللعيب كده وده مش جمهور الاهلي ممكن تبقى كلها هي اللي بتعمل كده لكن جمهور النادي الاهلي تعودنا طبعا انت الاهلي يعني زي ما بيقولوا الاهلي بلس 90 هو عشان هو جمهوره بلس 90 عشان جمهور الاهلي دايما بيشجع للدقيقه لو لعبنا 100 دقيقه في الكوره بيشجع للدقيقه 100 احنا عايزينه في الباسكت كده نفس الكلام بالظبط خلينا نخرج جماهير ونريح شويه الملعب وهنرجع للاطار الفني شويه المنافسه في دوري السوبر اهلي زمالك جيش سبورتنج سموحه اتحاد سكندري يعني منافسه قويه جدا طول عمرها شايفها ازاي صعبه شويه طول عمرها والجيش طبعا يعني في دعامات كل فرقه دي دعمت صح كله كلهم دعم طب ايه هنعمل ايه هو زي كل سنه مفيش جديد احنا الدوري بتاعنا بعيد عن التدعيمات عايز اقول لحضرتك دوري السوبر رايح جاي ازاي عايزين بس نشرح للجماهير الدوري هيكون شكله ازاي احنا بدايه دوري السوبر الفعلي يوم السبت اللي جاي كويس. خلاص الدوري اتقسم لمجموعتين 8 فرق و8 فرق تمام ناقص بس يوم الثلاثاء اللي جاي في مباراه فاصله بين التامين والجياد هيتحدد مين هيدخل منهم 8 ومين يروح للتسعه كويس دوري رايح جاي الفرقه كلها ده نظام جديد السنه دي احنا كنا بنطالب بيه من زمان ان يتعمل الدوري رايح جاي على ملاعب الانديه انا عايز قطاع ناشئين عندي يتفرج على فرقته برضو دي بتعلي القطاع كمان بزياده طبعا. عندك بقى نظام رايح جاي هنلعب 14 جيم ماتش في ملعبي وماتش خارج ملعبي في الاخر بيترتب من اول للثامن على حسب النقط او عدد المباريات اللي انت كسبتها يبدا بعدها الجد بقى يبدا بعديها دي مرحله الجد اللي انت داخل عليها الاول اتحدد خلاص من اول للثامن كويس هنلعب بيست اوف 3 ده يعتبر بدايه تمام. الفاينل بقى الاول هيلعب الثامن بيست اوف 3 كويس ماتش على ملعبك وماتش على ملعب الفريق الخصم لو حصل تعادل بتلعب ماتش على ملعبك الماتش الفيصل هيطلع من الثمانيه اربعه اربعه دول هيلعبوا بيست اوف 5 يطلع منهم فرقتين يلعبوا بيست اوف 5 حرب بصراحه هي حرب بس هي مش شايف ان ماتشات كتيره لا عيش يعني دول 27 ماتش اللي انت حكيته دول 27 ماتش من اول المباراه الجايه عندك 14 ماتش رايح جاي و3 يبقى 17 و5 و5 27 شايف ان المعدل ده طبيعي للعيبه الباسكت في مصر ولا كتير عليه طبيعي لا هو مش طبيعي بالنسبه لقبل كده بس هو بالنسبه للنظام القديم طبيعي لان انت كنت بتبدا الدوري كله دورات مجمعه كان هو ينفع ابدا اول ماتش في الموسم ثلاث ماتشات في ثلاث ايام مستحيل صعبه جدا احنا كان بقالنا ثلاث سنين شغالين كده وكنا بنطالب ان نغير النظام يتعمل دوري رايح جاي وبعدين يتعمل بلاي اوف فاستجابوا ليها خلاص انت بتمرن على الاحمال دي يعني بعدين انت بتلعب ثلاث ادوار او دورين المهمين سيمي فاينل والفاينل لو ان شاء الله وصلنا لهم بتتكلم في 10 ماتشات فترات متباعده يعني ممكن يبقى السيمي فاينل لسه ما تحددش هيتلعب ازاي على ملعبك وملعب الخصم ولا على ارض محايده لسه ما تحددش وايامهم الراحات عامله ازاي احنا لحد دلوقتي لسه ما جالناش رسمي هيتلعبوا ازاي لما يجي رسمي احنا فتره البرنامج بتاعتنا او التدريب بتاعنا بنأقلمه على الوضع ده ان انت هتلعب بيست اوف 3 وبيست اوف 5 وبيست اوف 5 عشان يبقى انت الحمل بتاعك ملائم للمباريات اللي هتلعبها انما ارحم من دوره مجمعه ارحم يعني انت شايف ان النظام ده انسب نظام ونظام احسن من النظام القديم اكيد مؤمن طارق خيري بتعامل معاه ازاي في البيت مش في الملعب لسه ما نزلش الملعب تتكلموا في الباسكت اكيد طبعا ازاي كابتن احمد جرح يقول ايه رب احمد جرح ما انت كده بيقول له تعليمات في البيت ايه رايك لا طبعا هو لازم يستفيد منه لازم يستفيد منه لا يستفيد منه حضرتك المدير الفني مش هو معلش انا اسف ايوه ما هو مدير فني احمد عندك بص بصراحه انا بكلم نقطتين نقطه مهمه التعامل مع لعيبه اولاد كباتن كبار انت فرقه يعني كثيرا من اولاد اللاعبين مش السنه ده كل سنه كده كل سنه كده
كلهم باسكت. بس على فكرة التعامل ازاي؟ لا التعامل زيهم زي اي لعيب. كل واحد يعني انا حتى في اول الموسم كان مؤمن من اميز اللعيبه اللي في جيله واللي في الفرقه ما شاء الله عليه شركه عشان ما يحسدوش بابا هو قاعد بس يعني هو فعلا ما شاء الله. وقلت لهم قدام قلت لهم مؤمن لعيب بالنسبه لي مهم. السنه اللي فاتت كان هو مع الجيل الاكبر منه وكان دي دور كبير ولعيب مهم ويمكن جاب شوطه كسبنا بيها بطوله الجمهوريه في اخر ثانيه. قلت لهم بابا المدير الفني ومش هلعب عشان بابا مدير فني. هو هيلعب بدراعه هنا اللي بيلعب في النادي الاهلي بيلعب بدراعه صح. مفيش حد بيلعب عشان باباه او عمه او حد قريبه او اخوه. كل واحد بيلعب بدراعه. وانا بصراحه اتربينا جوه النادي الاهلي على كده. وانا يعني والدي هنا في البيت حتى مربينا على كده. يعني يمكن لما كنا بنتكلم على اللعب انا لما كنت مع كابتن طارق وكابتن اسلام في الفرقه يمكن انا اللي طلبت اروح لنادي الجيش عشان كنت عايز وكنت بلعب معاهم ماتشات مقاولين شرقيه الدخان بس المشاركات بقى الفعليه مثلا اهلي زمالك اهلي اتحاد اهلي جزيره دي ما بيبقاش ليك دور فيها وانت عايز تلعب تلعب الحاجات دي. فطلبت فعشان انا العب اكتر حبيت ان انا اروح نادي الجيش وهو ما لعبتش غير في الاهلي والجيش الحمد لله. فدي هي دي يعني ده عقلي ان انا لازم ابقى ليا موجود في مكان ابقى انا بادي ابقى انا بدراعي باخد حقي. تمام. النقطة بس اللي عايز اضيفها ان اكيد في لان انا سمعت ناس كتير بتتكلم ان احنا ليه بنكسب في الناشئين وده ملوش مردود كبير قوي او احتكار على الدرجة الاولى. احنا في الناشئين الحمد لله بدأنا دلوقتي النادي الاهلي هو رقم واحد في مصر في جميع المراحل. تمام. ممكن بتسقط منك مرحلة بس على اغلبية المراحل احنا رقم واحد. كويس. اجيال طلعناها الفترة اللي فاتت كتير قوي منهم سافروا امريكا. احنا عندنا في امريكا حوالي 5-6 لعيبه جامدين جدا حيل. يعني سواء ممكن نقولهم بالاسم عمر الشيخ او عصام او معداوي او مؤمن او التوبجي. فدول 5 لعيبه هيستفيد منهم النادي الاهلي. الناس هتشوفهم خلال 3-4 سنين هيروحوا يرجعوا النادي الاهلي هيروحوا يرجعوا النادي الاهلي حيل. زائد ان لعيبه مميزه جدا لسه صغيره لسه تحت 16 وتحت 18 يعني ان شاء الله المستقبل هيكون لينا. الباسكت ما فيهوش احتكار. الباسكت مش زي يعني ممكن معلش انا ممكن بشوف ساعات في الهاندبول او في الفولي الاهلي راكب خلاص الاهلي بيفضل راكب 5-6 سنين لان يعني الاهلي والزمالك غالبا هي الدوري ما شفتوش خرج بره الفرقتين. لكن في الباسكت اخر 8 سنين الاهلي خد الدوري الجزيره خد الدوري الاتحاد خد الدوري السبورت بيلف حوالين الانديه بيلف احنا بنحاول نوصل لمعضله الاحتكار دي بشغل بقى الكوتش بقى حاطط خطه في التعاقدات مع اللعيبه اللي هترجع لك من بره مع اللعيبه اللي هتطلع لك من تحت. كل دي خطه ومحطوط اسامي اللعيبه اللي انت ان شاء الله تتعاقد مع كابتن طارق خير عامل خطه طويله كده زي ما بالظبط ان اللعيبه اللي هتتعاقد معاها مع اللعيبه اللي هترجع من بره مع اللعيبه اللي انت شايفها بروميسنج انها هتطلع تبقى ليها تواجد في النادي. كل ده مع اداره النشاط مع مجلس الاداره مع كابتن طارق ما شاء الله كل ده محطوط. الناس هتشوف الناتج بتاع الشغل ده في السنين اللي جايه. طيب. لكن يعني ده بس كنت عشان الناس بتقول ليه احنا مش زي ما بنكسب مثلا في ال 16. طبعا في فرق في المنافسه كبير ما بين ال 16 والدرجه الاولى. الدرجه الاولى ملايين يعني انا كانت اهم بطوله عندي دي في المرتبط في الثلاثه يعني مش نادي اتحاد اسكندري ليه كل احترامه طبعا بس من كتر نادي اتحاد اسكندري السنه دي ما صرف. طبعا حاج محمد مصرحي موجود معاهم فرقه قويه جدا دعمه كتير جدا فرقه ال 16 سنه على فكره بتاعت اعلامهم كمان اعلامهم دي حقيقة. فرقه اتحاد اسكندري بتاعت 16 سنه دي هي بطل الجمهوريه من سنه ونص يعني هم دول اصلا ابطال الجيل ده. فانك تكسب كل ده وتاخد البطوله دي كانت بالنسبه لي يعني وسام كبير على صدرك. كنت فعلا فرحان بالبطوله تستاهل اكتر من كده. لكن جريت مني من السؤال اولاد المدربين او اولاد اللاعبين بيتعامل معاهم ازاي لما يجي لك كابتن علاء زهران وهو عضو مجلس اداره الاتحاد بيتكلم على ابنه معاك في حدود فاصله مع احترامنا كلنا هيشرب شاي وهيقوم لا والله هو ليه بجد يعني خلينا بقى نتكلم صراحه ليه دايما في كل الالعاب بما انك انت راجل قديم كابتن كبير ومدير فني قدير ليه في كل الالعاب دايما اولاد المدربين او اولاد اللاعبين محطوطين سبوت ودايما يتكلموا عليهم طب في كل الالعاب مش بتكلم على الباسكت بصراحه لا انا اقول لك هي نقطتين اتفضل بدايه الاختبارات في الاول بيبقى عندك حوالي 30 لعيب عايز منهم 17 كويس 16 عشان لو هتدعم فرقه المرتبط ال 30 دول ممكن منهم ناس ما يبقاش لها نصيب ان هي تبقى معانا فيقعد يناوش ما بين ولاد المدربين يعني اللي بيتقلش مش لاقي سبب تاني يحطه الا ولاد المدربين دي اول مشكله. المشكله الثانيه او المميزات اللي عندنا احنا في الولاد المدربين ان كل مدرب انا دايما بدي حتى نصيحه دايما بقولها لهم انت شايف ابنك كويس اقعد دعمه لو انت شايف ابنك قليل ما تحرجناش. احنا هنرد احنا كقطاع دايما بنرد
الامثله اللي حصلت في الثلاث سنين واحنا موجودين في الثلاث سنين اللي فاتوا. انت بتتكلم على الباسكت دلوقتي مين؟ انا بتكلم على الباسكت. انا عايزك تكلمك بصفه عامه، ليه المناوشات دي بتحصل؟ هي دي هي كده القلش، انت بتتقلش عايز تدافع عن ابنك مش لاقي سبب تاني غير ابن المدرب بس. هل ممكن يحصل مجامله لابن المدرب او ابن لعيب في سبيل ان انت تقلش لعيب قوي؟ يوسف اسلام السنه فاتت استحاله في الباص، انا عندي استحاله في اي لعبه طارق، ما حدش عايز يخسر. انا ما اقدرش اتكلم على غيري انما انا بتكلم علينا. انا عشان كده بقول لك النقط اللي عندنا، انا عندي اسلام علي مدرب العام وعشره عمر مع جهازنا، ابنه السنه اللي فاتت في 16 طلعناه اعاره راح لعب في نادي تاني. ده مدرب العام؟ لا ده مدرب، ده شغال جوه النادي يعني مش ابنه مدرب بقى، ده شغال ولاعيب تاريخ النادي وليه كابتن وكابتن كبير بصراحه. عصام عبد الحميد ابنه مدرب مشي السنه اللي فاتت وما رجعش تاني. عمرو صابر ابنه السنه دي ما تسجلش صغير لان كان في احسن منه. احنا عندنا حالات كتير قوي زي ما احمد قال، الكويس مكمل، اللي مش كويس شكرا. مصلحه النادي الاهلي اهم حاجه عند طارق خيري والجهاز بتاعه. طبعا طبعا. طب هنروح لاسم كبير، لا لنجم كبير انا يعني بحبه جدا. عرفت. اكيد كابتن طارق غنام تاريخ عظيم وكبير ويعني تاريخ بيسطره كتير ما شاء الله عليه. لما جدد هو عنده 40 سنه في النادي الاهلي ما شاء الله، يعني ان شاء الله يلعب 10 سنين كمان، انا عايز يلعب 10 سنين كمان. حصل شويه كلام مناوشات مع كابتن طارق خيري، او الناس بتقول كابتن طارق غنام 40 سنه قالوا ان هو كابتن طارق خيري اصحاب او 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 او، فعايز تشرح الموضوع ده بصراحه. مناوشات من مين الاول؟ مناوشات جماهيريه عاديه يعني. اتفضل. طب بص انا ولا مش هاجي على نفسي كويس ولا هاجي على النادي الاهلي هاي، فانا استحاله هبقى عايز احط طارق في وضع يخلي شكلي وشكل النادي الاهلي وحش. هايل. استحاله. هايل. مش هضر نفسي تماما يعني. انا بثق في طارق جدا. طارق في الاربع خمس بطولات اللي فاتوا هو الراجل ليه دور في كبير في دول، في التايمنج اللي احنا محددينه له يعني. حتى اتفاقي معاه طارق انت هتلعب 3 دقايق في كل شوط فول باور، مش هديك اكتر من كده. او لو هتاخد اكتر ممكن الماتشات الضعيفه او الماتشات اللي هي نقدر نكسبها من غيرك احنا تطارق بره السكور. الماتشات اللي ملهاش لازمه او زي مثلا ما حصل، بلاش كلمه ملهاش يعني بلاش ذكر الماتشات. انا اقصد مش ملهاش لازمه يعني خلاص مش هتوديها. تحصيل حاصل كويس. تحصيل حاصل هريحك. انما انا طارق ليه دور مهم قوي في الماتشات اللي بنفنش بيها. خبره طارق الغنام تواجده في اوقات مهمه جدا لفريق النادي الاهلي يكسب بيها. ده حقيقه. خبرته عاليه جدا، وانا ده كلامي معاه دايما السنه دي. كان عنده اصابه طويله قوي. تعامل معاه ازاي؟ انتوا اتنين حبايب. هقول لك حاجه غريبه جدا مع طارق من ساعه ما مسكنا. احنا بنمرن 5 ايام او 6 ايام في الاسبوع. وساعات تمرينتين الصبح. كويس. تمام؟ من الخمس ايام دول هو بيجي 5. ما شاء الله عليه. طارق وهو في عنده 20 سنه ما كانش فيه 4 ايام 3 ايام. انا عارف هو ملتزم لما كبر. تمام. دي واحد. اتنين، لان انا في بينه وبينه حوار محدش يعرفه هقوله لك على الهوا. طارق واحنا بنرجعه من الجزيره بنمضيه، انا كان صعبان عليا ان طارق يفنش حياته بره النادي الاهلي. فكلمته قلت له حقك عليا. هو طارق فورمه يعني، طارق هو في جزيره شايل صراحة. حقك عليا. هو طارق كسب في الجزيره، كسب دوري. بس عشان كسب الدوري. طبعا. وهو كان سبب من اسباب فوز نادي الجزيره. دي حقيقه. اتفضل. دي حقيقه. فدي هو انا قبل ما امسك قلت له طارق انا همسك. هو ما كانش متوقع ان انا هاجي، حصل مشكله السنه دي مضى في الجزيره. لما قعدنا السنه اللي بعدها هو كان نفسه يرجع النادي، وانا كان قلت له يا ابني انا مشيت من النادي اشتغلت في اليوبلس، فانا نفس القصه نفس الاحساس اللي عندك هو الاحساس اللي عندي، فامنيتي ان انت تفنش في النادي الاهلي. الكلمه دي اول حد اللي شايلها هي دي اللي مخليها ملتزم. ان انا حقك عليا انك تفنش حياتك في النادي الاهلي. طارق شايلها فوق راسه لحد دلوقتي. انا اللي بقول له تعالى مثلا بالمره، مثلا سبت حد اثنين يعني حد الخميس، انا بقول له اتمرن حد واثنين وغيب الثلاث من غير ما تقول لي يعني. انا مش عايز برضو في تعامل في علاقه بينك وبينه كويسه. يقدر يستحمل 5 ايام طبعا في سنه ده. احنا عايزين منه في الاخر ان هو يقدر يشيل الفرقه وهو كويس في الوقت المهم بالنسبه لك. دي حقيقه. دي حقيقه. ده بالنسبه لكابتن طارق غنام. كابتن مودي الجرحي نجم كبير في الباسكت، بتتعاملوا ازاي مع بعض؟ في الملعب ولا بره الملعب؟ جوه الملعب وبره الملعب. لا جوه الملعب هو لعيب يعني، هو لعيب زيه زي اي لعيب. تعالى مودي روح يا مودي. انت كبير ولا هو؟ لا انا اكبر بك 6 سنين. ما فيش مشكله على ده. انت شايف ده اللي انت اصلا عايز اتكلم فيه. اتفضل. لان مودي جه اشتكاني من معاملتي. لا جوه الملعب ما فيش زيه زي اي لعيب. يمكن ممكن يعني لا يعني اضغط عليه اكتر، لان ممكن يكون انا عارف انه يعني يبقى مش باين مثلا ان هو مقصر في حاجه، بس انا الوحيد اللي فاهم ان هو مقصر.
بره الملعب احنا مختلفين في كل حاجه، اي حاجه بشجعها هو ضدها، اي حاجه هو بشجعها انا ضدها. يعني انا بشجع برشلونه هو ريال مدريد كده، اي حاجه بشجع ريال مدريد. اه لا 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 ما والله خالص مودي، لا انا زعلت منه خالص. كابتن عايز تقول ايه في الموضوع ده؟ لا انا مودي شكاني احنا واحنا في لبنان بنتكلم، قال لي يعني احمد ضابط عليا، احمد بيتعامل معايا لما اتكلم في اي نقطه بيقول له ما تتكلمش معايا، ودايما احمد معنفه ان هو مقصر. فده بيجي يتكلم يقول لي طب خلي احمد ما يتعاملش معايا خالص، خلي التعامل مع كابتن اسلام. لا لا اه يعني هو شيء مش عايز يبقى فيه حزازيه في ان يبقى موجود. يعني انت شايف في وجهه نظرك ده واحد مش موجود يبقى الموضوع. قول لي مين شايفه في الفرقه، طارق الغنام وطارق خيري ومودي واسلام، مين يطلع عندك كتير يطلعوا كلام ولا ايه؟ لعيبه صغيره من الجيل اللي عندنا؟ اه لا احنا النادي فيه كتير، يعني من الفرقه اللي موجوده حاليا عندي فيه، يعني مش عايز اقول اسماء عشان ايه ما حدش فيهم يزعل. الفرقه اه الفرقه لا فيها ست، انا متوقع يعني الجيل ده ما حدش من الناس باصص له ان هو جيل، وهو فعلا على ورق كل لغايه دلوقتي الناس تقول هو جيل عادي. بس انا عندي ايمان كده ان هم فيهم 3 4 على الاقل ان شاء الله يكملوا درجه اولى في النادي الاهلي، و3 4 في جيل ده رقم كبير جدا على فكره. يعني ساعات بتقعد بالثلاث اربع اجيال ما بتطلعش لعيب. هل يعني الجيل ده يقدر يشيل النادي الاهلي في المرحله اللي جايه لما يطلع لما يوصل لغايه الدرجه الاولى؟ الجيل اللي موجود في ال 18 سنه مع الجيل اللي موجود في ال 16 سنه، هو كذا جيل يجي ورا بعض. اه مع الاربعه خمسه اللي مسافرين لا ان شاء الله النادي الاهلي مش هيحتاج اي لعيب في المستقبل خالص، الا في مراكز اللي هي بتبقى نادره اللي هي بوزيشن خمسه اللي هو يعني زي طارق غنام كده. ده دليل ان هو طارق غنام لغايه دلوقتي بيلعب. طارق غنام ما شاء الله، حتى احنا بنتكلم على طارق غنام، واللي برضو عايز اضيفه ان طارق غنام مش اسم عادي. يعني طارق غنام فعلا زي ما الكوتش يقول يعني لازم يتعاملوا معامله خاصه، لان طارق مش اسم عادي. طارق راجل تاريخ كبير في النادي الاهلي في الباسكت، احسن لعيب في مركزه لغايه دلوقتي بيأدي، لغايه دلوقتي بيكسبنا جوه الماتشات الحاسمه، بتلاقي طارق غنام ليه دور كبير. فالاماكن بقى اللي زي مكان طارق لما بتلاقي ان حد افيلبل ان انت تجيبه مهم طبعا هتجيبه. غير كده المراكز الثانيه لا، النادي الاهلي عنده لغايه سن تحت 13 سنه لعيبه ان شاء الله هتطلع تكسر الدنيا ما شاء الله. يعني بتبشر بالخير ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، المعد النفسي او المعد النفسي في المعد النفسي في الفرق الكبيره مهم جدا. هل ممكن كابتن طارق الخيري يلجا للمعد النفسي بسبب ضغط المباريات والضغط الكبير على اللاعبين في الفوز بالمباريات اللي جايه؟ لا احنا ما جاش في بالنا، بس هو مهم جدا. كان اتطرح علينا من سنتين في النادي ان احنا ممكن نستعين بحد نفسي في النادي، بس الاوبشن ده مش موجود اصلا في الجهاز، في التشكيل نفسه بتاع الجهاز زمان بس اتعملت مره. انما احنا بالخبره او بالسنس بنتعامل مع كل لعيب على حسب طباعه او على حسب الجزء اللي احنا نقدر نعليه فيه نفسيا، ان هو يبقى جاي التمرين او جاي الماتش بحاله ذهنيه عاليه. احنا بنقوم بالدور ده انا واسلام واحمد وشريف علي كمان. هل الدور ده من واحد متخصص احسن ولا طبعا اعتقد طبعا بس طبعاً. ما عندناش الثقافه دي برضو، يعني اللعيبه تقول لك احنا مش مجانين يعني. لا مهم، لا بس مهم في رياضه، بس ما عندناش الثقافه دي. طب يعني قول لي بقى، عشان احنا كده بيقولوا لي خلص انت بره الهوا الساعه 10، انت عارف الاخوه الزملاء الاعزاء يعني. قول لي بتوعد ايه بجمهور الاهلي في المرحله اللي جايه بالنسبه ل 16 سنه اللي فاتتك؟ لا يعني نوعد ان احنا هنموت نفسنا في جوه النادي الاهلي عشان النادي الاهلي، وعشان النادي الاهلي يفضل يطلع لعيبه، مش في ال 16، في قطاع الباسكت كله، ان احنا هنموت نفسنا عشان نحط الباسكت في الصوره اللي الناس عايزاها. لان فعلا والله صدقني مش هقول لك من 10 سنين، من كابتن طارق غنام وكابتن جنت في الاكاديميات، مرورا بقطاع الناشئين كله، كابتن طه رجب، بكل المدربين من ال 10 سنين لحتى لو شفت الماتش بتاعي هتلاقي ان مدربين الجهاز معايا. ماجد مدرب 20 سنه يعني معايا، وده كله حاجات تطوعيه زائد شغلهم. يعني هو مش بيتقاضى فلوس عشان يجي، مش ذنبه حاجه. كابتن علي هاشم، كل المدربين بالذات فرقه المرتبط بيبقى ليها معامله خاصه، يعني حتى ان انت تاخد مواعيد تمارين اللي انت عايزها كل حاجه. فلا يعني ان شاء الله احنا هنموت نفسنا عشان النادي الاهلي يفضل يطلع لعيبه ويبقى رقم كابتن واحد. طارق خيري، ليك اي حاجه عايز تقولها بعد كده؟ احنا كده بيزعقوا لي. لا لا ان شاء الله نفرح سألت جماهير. كل حاجه؟ اه في اسئله مختفيه شويه معاك؟ لا, لا لا لا. طيب وعد اخير لجماهير النادي الاهلي عشان في عويله سريعه. يعني احنا فعلا لازم يبقوا عارفين ان احنا كل اللي بنتعبه او كل اللي بنعمله ده عشان خاطرهم هم بس، ان عايزين نسعدهم في الاخر، وبنوعدهم وان اللعيبه هتبذل اقصى مجهود عندها ان هي تقدر تحقق
ان شاء الله افريقيا وتنافس على الدوري والكاس عشان خاطرهم. توكلنا على الله، شرفتوني ونورتوني. بس عايزين نبارك الناس على صفقه حسين الشحات كوره انت كرم والنادي ان شاء الله النادي الاهلي ياخد دوري وكاس وافريقيا. توكلنا على الله. بنشكر الكابتن احمد الجرحي وكابتن طارق خالد، سعدت ان يكونوا معايا النهارده، على امل لقاء بيكم بكره. شكرا والى اللقاء.